بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح في الحلقه دي حاجه اسمها الهاف والفول ادر، ده تكمله كورس اللوجيك اللي بداناه. هشرح لك المره دي حته بسيطه جدا ونوعا ما سهله، وبعدها هنحل حوالي 25 سؤال كده عليهم، وكلهم بيدوروا حوالين نفس الفكره، يعني بس المهم تفهم كويس بيتكلم عن ايه. بدايه كده احنا عايزين نصمم دايره منطقيه اسمها الفول ادر والهاف ادر. لازم تعرف الاول اولا ازاي بنصمم، وده اصلا بدايه الدرس، ازاي تعمل ديزاين لاي بروبلم تقابلك او تحل مشكله، ازاي بانك تصمم دايره تحلها لك. فالديزاين ده قال لك ليه خطوات، الخطوات الاساسيه اللي بتمشي في التصميمات البسيطه اللي احنا بندرسها، وهي اول حاجه هتيجي كاتبها لك تحت اهو، انك تحدد الانبوتس والاوتبوتس عشان اعرف الدايره اللي هصممها هتتعمل ازاي. لازم من الاول احدد ايه اللي هيخش لها وايه اللي هيخرج منها، ما ينفعش اكون عايز اعمل ده للجمع وانا مش عارف ايه اللي هيخش للجمع وايه اللي هيخرج له. لازم افهم ان مثلا هدخل رقمين يتجمعوا فيطلع لي رقم، او ادخل رقمين ويتجمعوا ويطلع لي رقم وكاري، او وهكذا. فلازم احدد الانبوتس والاوتبوتس، يبقى دي اول خطوه نقول لك انبوتس والاوتبوتس. طب تاني خطوه ايه؟ ان انا بعد ما عرفت الانبوت والاوتبوت احولهم لتروث تيبل، لو اقدر اعمله لتروث تيبل اللي هو الجدول اللي بنحط فيه كل الاحتمالات الممكنه. بس بما انك دلوقتي طبيعي هتقول ممكن ما اعرفش اعمل التروث تيبل ده، فاحنا نعمله لابسط شكل ممكن ونبدا نعمل ايه، عمليه جنراليزيشن او نعمم ده على الجنرال كيس عموما. فبنمسك التروث تيبل ده نعمله للانبوتس والاوتبوتس اللي عددها قليل، بحيث نعمم اللي هتطلع منها على الحاجات الاوسع منها. طيب تالت حاجة، بما اني عملت تروث تيبل ايه اللي بستفيد منه؟ اللي انا بقدر اجيب شكل او بوليان فانكشنز او دوال للحاجات اللي انا محتاجها. فالاوتبوت مثلا اللي انا محتاجه الفلاني اللي هو ناتج الجمع مثلا، او ناتج الطرح، او ناتج الضرب، ايا يكن الحاجة اللي انا عايزها، اقدر اجيب منه اجيب له الرول بتاعته او الفانكشن بتاعته من التروث تيبل. يبقى بعد كده بعمل اسمها ايه؟ بعمل مينيمايزيشن، ان انا بطلع منها النتيجه تمام بالترتيب اهو، بطلع منها الفانكشنز اللي انا عايزها. اخر حاجه خالص بعد ما طلعت الفانكشن اقدر ارسمها ببساطه على الجيت ليفل او مستوى التطبيق بقى، ان انا اجيب الدوائر الالكترونيه والاي سيز نفسها وابدا ايه اصمم بيها الدائره اللي انا عايزها. يبقى بالترتيب كده بحدد مين المدخلات ومين المخرجات، مين اللي هيخش للداله اللي انا عايزها او للدائره اللي انا عايزها، وهيخرج منها ايه، ايه المطلوب ان انا احصل عليه اصلا. وده اساسي اصلا، حاجه تريفيال، يعني انت طبيعي لازم تكون عارف مين اللي هيخش ومين هيطلع. بعد كده اعمل بيهم تروث تيبل بسيط بحيث انا اعمم اللي هيطلع منه على الجنرال كيس. بعد كده اعمل عمليه مينيمايزيشن، يعني اطلع الفانكشنز اللي انا محتاجها، عايز الاوتبوت الفلاني واطلع له داله معينه، والداله دي ابدا اعملها اخر حاجه خالص ان انا احولها لشكل جيتس او شكل اللي اسمها ايه، البوابات المنطقيه اللي احنا بنشتغل بيها، الاند والاور والناند والكلام ده. طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه اسمها هاف ادر وفول ادر، عايز اصمم مش قدامي مشكله وهنا انا عايز اجمع رقمين او عايز اجمع عدد من الارقام وهكذا، عايز اصمم بقى اجيب دايره الكترونيه تجمع الارقام دي. فهنبدا من ابسط حاجه خالص، وهي ايه؟ ازاي نجمع رقمين كل رقم مكون من خانه واحده؟ ازاي اجمع الاي مع البي؟ دي خانه ودي خانه، 0 و1، يعني دي ابسط صوره ممكنه. نجيب حاجه ازاي تجمع لنا الرقمين دول؟ هسالك سؤال، هو دايما الرقمين لما نجمعهم هيطلع رقم ثالث وخلاص؟ لا مش شرط، ممكن يبقى الرقمين دول لو انت فاكر في الباينري احنا كنا شغالين على الباينري، لو 0 زائد 0 بيطلع ايه؟ بيطلع 0، لو 0 زائد 1 بيطلع 1، لو 1 زائد 0 بيطلع 1 برضو. طب لو 1 زائد 1، لو قلنا 1 زائد 1 بيطلع ايه؟ كان بيقول لك بيطلع 2، احنا بالارقام الديسه بنقول بيطلع 2. 2 بتتكتب ازاي؟ بنقول بيطلع 0 ومعانا الواحد، الكاري الواحد ده، ومعانا الواحد دي اسمه كاري. ليه؟ لان 0 و1 بالترتيبه دي هي 2 بالديسمال اصلا، لما كنا بنقول دي 2 اس 0 دي 2 اس 1 وهكذا. فلو حولت ال 10 دي او ال 0 1 ده لو حولته للديسمال هيطلع 2 اللي هو 1 زائد 1. فالجمع مش دايما بيطلع خانه، ممكن يطلع خانتين. فقال لك يبقى ان جنرال او ات موست بيطلع خانتين، يبقى هنفترض انه جمع رقم على الثاني هيدينا حاجه اسمها الصم، ومعانا رقم زياده اسمه كاري، كاري اوتبوت، اسمه كاري اوت او سي او. الكاري اوت ده والله ممكن يبقى زيرو زي في الحاله دي كان زيرو، زي في الحاله دي كان زيرو، هنا واحد وصفر كان زيرو، وممكن يبقى واحد، ده اقصى حاجه ممكنه، وهو لما اكون بجمع واحد على واحد هيطلع صفر ومعانا الواحد. طب هنا كان صفر وواحد بيدينا واحد وما معناش حاجه، فما معناش حاجه دي اسمها الكاري بزيرو، يعني مفيش حاجه هترحل. صفر وصفر كان صفر ومعانا الصفر، يبقى الصم هنا بصفر والكاري بصفر. يبقى الكاري اللي انت بتعمله زمان احنا عايزين نحطه هنا عشان ان جنرال يبقى شاملين لكل الاحتمالات الممكنه. عايزين بقى حاجه ندخل لها تو انبوتس ويخرج منها تو اوتبوتس. التو انبوتس اللي هيخصهم الرقمين اللي هجمعهم، يبقى هجمع رقمين كل رقم مكون من خانه واحده. هجمع رقمين كل رقم مكون من خانه واحده، ليه هعمل كده؟ لان ده ابسط وحده بنائيه للجمع. انت لو جيت تجمع اي حاجه في حياتك حتى لو مكونه من 1000 خانه، هتجمع خانه على اللي جنبها، خانه على اللي جنبها، مش تجمع كل الخانات مع بعضهم في نفس الوقت. فاحنا بنجيب الشكل المبسط اللي هنقدر نكون بيه الدوائر الاعقد من كده او الاكثر تعقيدا. يبقى ابسط حاجه ان انا اعمل ايه؟
ان انا اجمع خانتين خانتين على بعض او رقمين كل رقم فيه مكون من خانه. طب الناتج هيبقى ايه؟ هيبقى سم وكاري اوتبوت، او ناتج المجموع نفسه والكاري اللي معايا، واحد واحد صفر ومعايا الواحد، اللي معايا الواحد ده اسمه كاري، كاري اوتبوت. اعمل ده ازاي؟ هنعمله بحاجه اسمها الهاف ادر. ايه الهاف ادر؟ من اسمه كده، هاف يعني نص، بيخش له حاجه والثانيه خانتين ويطلع لي مجموعهم والكاري بتاعها. هنعمل الدايره دي ازاي؟ قال لك هيخش لها تو انبوتس. كل دي اسئله، كل ده هيجي لك في الاسئله، يقول لك عدد الانبوتس بتوع الهاف ادر. ايه الهاف ادر ده؟ زي ما قلنا هي حاجه بتدخلها رقمين، كل رقم مكون من خانه واحده، او مجازا بنقول بندخلها خانتين، ندخلها رقمين مباشره كده، كل رقم فيهم مكون من خانه واحده. هتطلع لي ادي الرقم الاولاني، ادي الرقم الثاني، هتطلع مجموعهم اسمه سم والرقم الزياده اللي هو كاري اوتبوت. بس كده، ده المطلوب منك، ان دي الهاف ادر، اسمه كده هاف ادر او الجامع النصفي. مطلوب مني دلوقتي انا كواحد بقى عايز اعمل ديزاين للبروبلم دي، اعرف مين جوه هنا، مين اللي دخل له رقمين ويطلع لي فعلا مجموعهم والكاري بتاعهم لاي قيمه. مش لازم انا احسبها انا مانيوالي بايدي كمعرفه بشريه، لا، انا عايز املك الكمبيوتر يعمل ايه جوه هنا، جوه المربع ده، جوه الدايره دي، يعمل ايه للرقمين اللي هم صفر وصفر عشان يديني ناتج صفر وصفر، ويعمل ايه للصفر وواحد عشان يحولهم لي لواحد وصفر، وللواحد وواحد عشان يحولهم لي صفر وواحد. ايه اللي هو ايه البروسيس اللي يعملها؟ ايه الجيتس اللي طبقها؟ او ايه العمليات اللي عملها عشان على الانبوت دي عشان طلع الاوتبوت دي؟ فايه الحل؟ حددنا الانبوت والاوتبوت، نخش على تاني خطوه وهي ان نعمل تروث تيبل. تروث تيبل بيعرفك ايه السلوك اللي هتمشيه. تروث تيبل بنحدده على حسب ايه؟ عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس. عندنا هنا الشمال ده انبوتس وده الاوتبوتس، عندنا كام انبوت؟ اثنين، اي وبي، خانتين، رقمين كل رقم مكون من خانه، واللي هيطلع يا اما هنا سم وهنا كاري اوتبوت، يعني المجموع وهنا الكاري. ليه حطيناهم بالترتيب ده؟ لازم بالترتيب عشان اقرا الرقم مظبوط، يعني الرقم هناك لما قلنا واحد وواحد كان ناتج صفر ومعانا الواحد، فالصفر ده اللي هو السم وده الكاري، فلازم تكتبهم بنفس الترتيب. حلو، الاحتمالات الممكنه للانبوتس ايه؟ اضطر انت عارف، صفر واحد صفر واحد، صفرين واحدين، صفرين واحدين، بس كده. بنعمل كل الاحتمالات الممكنه بالطريقه دي، بنمشي الصف الاولاني صفر واحد صفر واحد، هنا صفرين واحدين صفرين واحدين، لو كان ثلاث مجاهيل ثلاث انبوتس يعني هيبقى اربع صفار اربع واحد وهكذا. ابدا اجمع انت بقى مانيولي، صفر وصفر بيدينا صفر ومعانا الصفر ما معناش حاجه، صفر وواحد واحد ده الصم وما معناش حاجه، واحد وصفر نفس الكلام، واحد وما معناش حاجه، واحد وواحد صفر ومعانا الواحد. ليه صفر ومعانا الواحد؟ عشان دول على بعضهم كده بالديسيمال يديك اثنين، يديك اثنين اللي هي واحد وواحد يعني. انت كده حسبت مانيولي صح؟ ما اللي بقى اللي انت عملته ده للكمبيوتر في صوره ايه؟ في صوره فانكشنز. اعملها ازاي؟ قدامك طريقه من اثنين، يا بالنظر وهي انك تشوف كده الشكل ده السي، اقدر اجيب لها داله؟ يعني هل اقدر استنتج العلاقه بين الاي والبي اللي تديني السي؟ لو بصيت صفر وصفر اداني صفر، صفر واحد اداني صفر، واحد وصفر اداني صفر، واحد واحد اداني واحد، وكانها داله اند. ايه الاند كانت بتعمل ايه؟ الاند ما بتطلعش واحد الا لما يكون التو انبوتس بواحد، وده اللي حصل بالفعل هنا. يعني ممكن نقول ان السي هي عباره ايه؟ عن اي اند بي، يعني اي بي. طب واحد مش عايز يعملها كده، خلاص اعمل كي ماب. كي ماب عندك تو فاريبل الاي والبي، الاي صفر واحد، البي صفر واحد. السي دي بقى انا عايز الحاجه اللي فيها طلع وحايد، يبقى اقوم واخد الصف ده. الواحد ده كان انه خانه اللي هي واحد وواحد، واحد وواحد، حط واحد هنا اهو. يبقى اقدر اكون كام جروب؟ هو جروب واحد بس مكون من المربع ده. ده كلام قديم لازم تكون عارفه. المربع ده بيعبر عن ايه؟ عن الاي مع البي، الاثنين ثابتين فيه. يبقى الاي بي والاثنين بواحد يبقى اي بي، يبقى انت جبت الداله يا اما بالكيماب يا اما بالنظر بالاستقراء كده، تشوف الناتج ده انت كمعرفتك يطلع انه جيت. يبقى السي اللي هو الكاري في حاله الهاف ادر لازم يطلع باي بي، يعني بناخد التو انبوتس، بقول للكمبيوتر بقى اهو خد التو انبوتس اللي جايين لك واعملهم اند مع بعضهم. الكمبيوتر فاهم الاند، مالكش انت دعوه، بس انت حولتها له الحاجه هو فاهمها اهو. قلت له يا عم الكمبيوتر عشان تعرف الكاري اللي هيطلع من جمع رقمين اعمل ضرب الرقمين دول في بعض، ضربهم يعني ايه؟ اعملهم اند مع بعضهم. فهمته يعمل ايه عشان يطلع الناتج؟ يبقى الكمبيوتر ده لو دخل له واحد واحد هيعمل اند للواحد مع الواحد ويديك الكاري هنا اهو. مش محتاج بقى يحسبها زي ما انت حسبتها زمان، يقول واحد واحد صفر معانا الواحد على بعضها كده اهو، لا هو مش فاهم. هو هتقول له ان الناتج يطلع مقسوم لحاجتين، لا صم يا كاري. الكاري هاته ازاي؟ هاته بالاي بي. طب الصم، روح شوف الوحيد فين، في الصف ده والصف ده، اعمل ممكن تشوفها بالنظر برضو، ان صفرين لما كانوا متشابهين، لما كان الانبوتس متشابهه صفر وصفر او واحد واحد الناتج اداني صفر، ولما كانوا مختلفين الناتج اداني واحد. مين اللي بيعمل كده؟ الاكس اور. الاكس اور لو كان دخلها كانت مش بتحب التوينز، التوينز ما كانتش بتحبهم، كان يخرجوا ايه؟ اصفار، كنت بقول لك كده في الشرح. فهي نفس الكلام، ممكن تقول ان على طول مباشره الاس بالانبوت الاولاني اكس اور مع الانبوت الثاني. طب مش عايز تعملها كده، اعمل كي ماب اموره ايه بي، بس المفروض خلي بالك تمام.
التا يبقى 0 1 0 1 حط كده هنا 0 1 يبقى دي 0 بتاعت الاي مع الواحد بتاع البي والصف الثاني 1 و0 واحد بتاع الاي مع الصفر بتاع البي اهو يبقى كام جروب ما عندناش غير ان احنا ناخدهم كتو جروبس هيطلع الاس بتساوي الجروب الاولاني عباره عن الاي بواحد ثابته والبي بزيرو ثابته يبقى البي بار زائد ده الاي هي اللي ثابته بار والبي ثابته برده بواحد الشكل ده هو اصلا الاي اكس اور بي لما يكون الاثنين بالتبادل كده واخدين بار الشكل ده محفوظ هو الاكس اور يبقى يعني وصلنا من ده الى ان يا عم الكمبيوتر عشان تحسب لي جمع رقمين وتطلعهم لي في صوره ام صم وكاري اوتبوت الصم بتاعهم هيبقى الانبوت الاولاني اكس اور مع الانبوت الثاني اما الكاري اوتبوت هيبقى الاند بتاعت التو انبوتس مع بعضهم يبقى الشكل ده تحفظه الاثنين دول تحفظهم بالظبط يبقى المربع اللي كان هنا اللي كان بيخش له رقمين يطلع لي صم والكاري اوتبوت الرقم الاول هو الرقم الثاني اهو اللي كانت اسمها هاف ادر اللي هو جامع نصفي يعني بيجمع خانتين بس مع بعض يطلعهم في صوره صم وكاري اوتبوت انا قدرت اعرف ازاي اطلع الصم والكاري اوتبوت بدلاله المدخلات اللي عندي قدرت افهم الكمبيوتر الصم ده يعمل ايه في الانبوتس عشان يطلعه والكاري اوتبوت يعمل ايه في الانبوتس عشان يطلعه طلع ايه في الناتج ان الاس اللي هو الصم بيبقى عباره عن اكس اور للايه للمدخلات اللي هما الاثنين اللي معايا والكاري اند ليهم الشكل ده تحفظه بقى الشكل ده تعرفه فهمناه وحفظناه نسيته اثبته زي كل مره انا بعملها يعني مفيش اي مشكله انا بظبط الكاميرا كويس فكل مره اعمله كده مش مشكله الشكل ده اسمه هاف ادر طب عايزين نشيل المربع ده ونحط مكانه جيتس اهي الجيتس اهي نعملها ازاي تعالى اهو ادي المربع اهو اللي هو الدايره يعني بتاعتنا اللي اسمها هاف ادر بيخش لها تو انبوتس اسمهم اي وبي خانتين يعني خانتين مجموعهم على بعض بيخرج منها صم وكاري اوتبوت قلنا الصم ده عباره عن ايه المدخل الاولاني اكس اور مع المدخل الثاني جبناها منين من التروث تيبل من الحياه يعني انت جمعتها وشفتها نفسك وشفت الجمع اللي طلع بيخضع لانه قاعده والكاري اوتبوت طلع اي بي يبقى عشان اوصل للكاري اوتبوت اخد واحده من الايه مع فرع من البي واعمل لهم اند ضربتهم في بعض بس طب عشان اوصل للاس اخد فرع من الايه من نفس السلك وفرع من البي واعمل لهم ايه اكس اور بس شكرا يبقى الدايره اللي هنا اللي انت كنت زمان بتاخدها كمربع كده مش عارف ايه اللي جواها اديك عرفت اللي جواها جواها دالتين او تو جيتس اكس اور و اند مين لمين الان عشان تطلع الكاري اوتبوت كاري اوتبوت سي سي اوت طب والاكس اور عشان تطلع مين عشان تطلع الصم حفظتهم فهمتهم قشطه عشان هفضل اكررهم لك في الاسئله يعني انا بمشي كده في كل حلقه بنظام معين النظام اللي في الحلقه هنا في الاسئله ان انا هحفظك الحوار ده الاسئله كلها هتلاقيها بتدور في نفس الفلك عشان تحفظ التركيب ده هو مش الامتحان مش هيقول لك افهم لي هو هيقول لك انت فهمت قبل كده قول لي بقى معرفتك بالشيء هيجي يقول لك مثلا الاكس اور مع الاند تعمل لها هاف ادر ولا فول ادر هاف ادر ليه قاعدين قدام عينك اهو طيب لحد هنا تعالى نشوف كل ده هكتبه لك بالتفصيل عشان لو حبيت تذاكر هتلاقي كل ده مكتوب دخلنا بعد كده حاجه اسمها الفول ادر نيجي بقى للفول ادر ايه الفول ادر ده زي ما قلت لك احنا الهاف ادر اللي خدناه اللي هو الجمع النصفي ده بيجمع خانتين على بعض بس هل كل مره هاجي اجمع هيبقى لازم اجمع خانتين بس قال لك لا افرض انا بجمع رقم بالمنظر ده A0 A1 A2 مع B0 B1 B2 دي ترتيب الخانات الاندكس بتاعها يعني الخانه الصفريه الخانه الاولى الخانه الثالثه الرقم كده اهو مثلا الخانه الثانيه اصلا كده اهو ده كده اهو هجمع دول ازاي هل بتجمع الاول مع الاول والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث وخلاص قال لك لا ده ساعات الاول مع الاول يديني صم وخلصت مفيش كاري الكاري بزيرو اهو زي ده كده اهو يديني ايه يديني واحد طب ممكن لا ممكن تلاقي واحد مع واحد يديك ايه صفر ومعانا الواحد يطلع فوق زي الامور هنا اجمع بقى واحد مع واحد مع زيرو ازاي بالهاف ادر ما ينفعش الهاف ادر ما بياخدش غير تو انبوتس يبقى لازم تكون فاهم الهاف ادر اللي احنا خدناه من شويه يخش له تو انبوتس يخرج منهم اثنين اوتبوتس ايه الاثنين اوتبوتس صم وكاري اوتبوت حلو كده ما يخشلوش اكتر من اثنين هنا بقى عايزين حاجه يخش لها اكتر من اثنين اهو واحد اثنين ثلاثه عايزين حاجه يخش لها ثلاثه وتجمعهم لي مين اللي هيعمل كده اهو عمك اللي اسمه الفول ادر الجامع الكلي اسمه كده فول ادر هيخش له ثلاث حاجات ويخرج منه حاجتين هيجي بيسالك في الاسئله كل ده والله يقول لك عرض الانبوتس في الفول ادر عرض الاوتبوتس في الفول ادر انا اسف والله مش قادر تمام خلاص يبقى الفول ادر هيخش له ثلاث انبوتس ويخرج منه اثنين اوتبوتس ايه الاثنين اوتبوتس سالين صم وكاري اوتبوت بس هو لازم تخرج صم وكاري اوتبوت يبقى يعني لازم في اقصى حاجه ممكنه ان يطلع المجموع ومعاه حاجه زياده خانه زياده
نفس اللي هناك. فهناك كنا بنجمع خانتين مع بعضهم بيطلع لنا ايه المجموع وكاري اوتبوت. هنا نفس الكلام بس عايزين نجمع ثلاث خانات مع بعضهم. ايه الثلاث خانات دول؟ خانتين اساسيتين بتوع الرقمين اللي هم بتوعنا اللي هم الاساسيين دول معاهم كاري جاي لهم من الخانه اللي ايه من البريفيس ستيج من الخانه اللي قبلها من المرحله السابقه عشان يجمعهم عليها. يبقى يخش له الاي مثلا يعني مع البي دي خانه ودي خانه معاهم مين بقى؟ معاهم الكاري اللي جاي لهم من المرحله من الجمع اللي قبلهم بنسميه كاري انبوت مثلا. يعني الكاري اللي جاي لك من المرحله السابقه زي ما كنت باجي اقول هنا اهو الاي 0 مع البي 0 هيديني سام 0. طيب وهيطلع معايا كاري من الجمع ده هيديني سام 0 ومعايا كاري الكاري يطلع فوق هنا اهو ويتجمع على الخانتين اللي وراهم. ان يبقى الجمع ده جمعت ايه خانتين مع بعضهم بس يبقى ده احتاج له هاف ادر. لكن ده بقى هجمع الكاري اللي جاي من اللي قبله مع الخانه بتاعته الاولى مع الخانه بتاعته الثانيه يبقى هجمع ثلاث حاجات مع بعضهم يبقى ده ويطلع لي ايه سام. يبقى ده محتاج ده بقى محتاج الثلاثه دول مع بعضهم محتاج فول ادر. يبقى الفول ادر لازمته ايه او ايه فايدته عن الهاف ادر؟ انه بيقدر يخش له ثلاثه انبوتس اثنين اساسيين ومعاهم كاري من المرحله السابقه يقدر يجمعهم. يبقى لو جيت تبص بقى هتلاقي ان الاكثر قربا للواقع او الاكثر احتياجا احنا محتاجينه اكتر هو الفول ادر. الفول ادر هو اللي احنا شغالين بيه في اغلب الاوقات. احنا عايزين يعني ان جنرال نفترض ان في كاري حتى لو بزيرو الفول ادر هيشتغل. يعني بسالك سؤال لو الفول ادر ده اللي داخله ثلاثه قلت له في مره ان الكاري اللي جاي لك بزيرو هيقول لك لا هيفضل شغال هيجمع برضه والجمع بتاع الزيرو مش هيفرق هيطلع لك نفس الناتج. يبقى وكان ينفع نقول كل فول ادر يقدر يقوم بوظيفه الهاف ادر وليس العكس. الهاف ادر ما يقدرش يجمع ثلاث خانات مع بعضها. فهمت الفكره ايه؟ يبقى ان جنرال اللي بنستخدمه دايما هو الفول ادر. يعني الهاف ادر مش استخدام لا ليه استخدام وهيسالك عليه في الامتحان ويقول لك يخش له كام انبوت قول له اثنين يخرج منه كام اوت قول له اثنين يبقى اثنين انبوت واثنين اوت. اما الفول ادر يخش له ثلاثه ويخرج منه اثنين. ايه هما الاثنين في الحالتين في كل الحالات اصلا؟ سم وكاري اوتبوت يعني المجموع ومعاه الخانه الزياده او الخانه المرحله منه يعني. طيب عايزين نعرف التركيب الداخلي للفول ادر ده. وحاجه ثانيه عايزين نعرف ازاي نجمع رقم مكون من اكتر من خانه بقى. يعني وليكن المثال ده A0 نكتبه بنضافه اهو A1 A2 ده الرقم الاولاني وليكن مثلا 1 1 0 كده المنظر ده والرقم الثاني B0 B1 B2 نجمع ده ازاي باستخدام الفول ادر وانت لسه ما تعرفش تركيبه انا عايزك تتخيل بس منظره. هقول اول حاجه فاول مره مش هحتاج غير هاف ادر. ليه؟ لان هم خانتين هجمعهم على بعض ومفيش كاري جاي لي يعني مفيش كاري هو اصلا مفيش مرحله سابقه مفيش بريفيوس ستيج انا الاول. فاعمل ايه؟ هات هاف ادر دخل الهاف ادر ده اهو ادي هاف ادر العب بيهم يعني تلاقي الموضوع مجرد لعبه. هندخل له الاي 0 مع البي 0 ويجمعهم ويطلع مين؟ اول خانه من المجموع اللي هي سام 0 الاس 0 كده اللي هي الخانه الاولانيه من المجموع. زي ما كنا بنقول هنا مثلا لو الرقم الاولاني اهو 1 0 1 1 والثاني 1 1 0 يبقى 0 و1 معانا ايه؟ اول حاجه بنجمعها معانا الصم اللي هو 1 صح كده؟ بس مش شرط يبقى 1 وخلاص ممكن يبقى 1 ومعانا كاري. فبنفترض ان جنرال في كاري خارج لازم يبقى الخارج كاري. الكاري هنا في 0 مش قصتك بس هيخرج هيطلع فيه كاري. قال لك بقى بسيطه الكاري ده هيطلع يقعد ايه؟ يقعد مع ده يا في كاري هنا ويتجمع على الاي 1 والاي والبي 1 يبقى عايزين حاجه تجمع لنا ثلاث حاجات. فقال لك يبقى لازم نحط هنا فول ادر هيخش له الاي 1 مع البي 1 معاهم مين؟ معاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه. فين المرحله السابقه اهي وفين الكاري اللي جاي منها اهو. اطلع الكاري ده قول له خش برده اتجمع على اخواتك هنا في الفول ادر. يبقى الفول ادر ده هيجمع الخانتين الاساسيتين ومعاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه ويطلع الخانه الثانيه من الصم اللي هي اس 1 اللي هي الحابدين بالخانه الصفريه ويطلع كاري برده. الكاري اللي هيطلع ده اهو ده اي 1 مع البي 1 مع الكاري هيطلع رقم هنا اهو اللي هو صم 1 يعني اس 1 كده اهو وكاري جديد يطلع يتجمع على الاي 2 مع البي 2. يبقى عايزين حاجه تجمع لنا كاري مع اي 2 مع بي 2 يعني ثلاث خانات يبقى فول ادر. ادي فول ادر يخش له القيم الاساسيه اللي هي اي 2 بي 2 ومعاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه اللي هو الكاري المرحل من هنا ويطلع لنا مين؟ الاس 2 اللي هي الخانه الثالثه من الناتج وبما ان ده اخر مرحله خالص ويطلع الكاري النهائي. يبقى لو جيت تبص هو ده اللي عملته هنا اصلا انا كبني ادم خليت الكمبيوتر عارف يعمله بيه جيتس او بسيركتس. ازاي؟ انا كنت بقول ده وده بيديني واحد ومعايا الصفر اهو يا عم صفر. عشان اجمع صفر مع واحد مع واحد محتاج فول ادر. كنت بجمعهم ازاي بقى انا كعم انسان؟ بقول صفر وواحد بواحد واحد وواحد صفر ومعايا الواحد ادي الواحد طلع هناك يبقى ده الكاري الجديد اهو الكاري الثالث اهو اللي طلع. الواحد والواحد والصفر مجموعهم ايه؟ واحد واحد صفر ومعايا الواحد. الواحد ده ما لقاش حاجه تروح يروح لها خلاص هو لوحده فينزل. يبقى كده دول الثلاثه صم ادي الصم الاولاني ادي الصم الثاني ادي الصم الثالث يعني ثلاث خانات.
والكاري الاخير لازم يقعد لوحده اهو الكاري الاخير. يبقى الناتج هيتكتب في صوره اس 0 اس 1 اس 2 ومعاهم الكاري في الاخر. يبقى الكاري ده هو الموست سيجنيفيكانت اللي هو اكتر قيمه اكبر قيمه فيهم على الشمال خالص. فهمت الفكره بتتعمل ازاي؟ لا ليس الا. طب بص بقى طبق الموضوع على مستوى على ليفل اعلى. ايه الليفل الاعلى؟ وليكن عايزين نجمع رقم مكون من 32 خانه على رقم ثاني مكون من 32 خانه. هعمل ايه؟ 32 خانه يعني ايه 0 اي 1 اي 2 ده مثال للدكتور قاله في المحاضره. تك 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 لحد ايه 32 على بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 لحد بي 32. المفروض لحد بي 31 عشان يبقى 32 خانه بالظبط. لان احنا بادئين من الزيرو يبقى نقف لحد 31 32 خانه. هل كنت زمان بقى اعمل ده تروث تيبل واحط فيه كل الاحتمالات الممكنه؟ ده انت هتقعد لحد بص غالبا لحد ما يعني البشريه تنقرض مش هتعرف تخلص الحوار ده يطلع عدد كبير قوي من الصفوف. يبقى الحل ايه؟ استخدم اللي احنا قلناه. اول خانتين محتاج لهم هاف ادر بس لان هم خانتين ما معهمش عشان تجمع حاجتين تطلع ناتجهم محتاج هاف ادر. عشان اجمع ثلاث حاجات محتاج فول ادر. احفظها بقى عشان ما تنساش. يبقى ده هجيب هاف ادر وادخل له الاي 0 مع البي 0. حلو هيطلع منه صم 0 يعني اول خانه من الجمع ومعاها. وطول ما انت بتعمل في دماغك الجمع العادي اللي انت تعمله بايدك هتلاقيه بيتطبق هنا بالظبط. الكاري اللي طلع من هنا هنحطه على حاجه على اللي وراهم هنا اللي هو الكاري مع الخانتين اللي وراهم. يبقى عايزك مع ثلاث حاجات يبقى اعمل مين؟ فول ادر. يبقى اول واحد بس اللي يبقى هاف. والفول ادر ده هيجمع الخانتين الاساسيين اللي هو اي 1 وبي 1 ومعاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه ويطلع الاس 1 يعني الخانه الثانيه في الناتج ودي الخانه الاولى في الناتج ومعاه كاري. الكاري اللي طلع من ده طلع ناتج ومعانا كاري كاري جديد يطلع يقعد على الخانتين اللي وراهم. يبقى انا عايز حاجه تجمع ثلاث حاجات الخانتين الاساسيين اللي هو اي 2 مع بي 2 ومعاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه. كل واحده بتسلم كاري كل واحده بتسلم كاري كل واحده وهكذا. ده برده فول ادر. هفضل اعمل العمليه دي كم مره بقى؟ كم مره هعملها؟ لحد ما اوصل لحاجه خرجت كاري دخل في حاجه اللي هي الاخيره بقى خالص اللي داخل لها اي 31 بي 31 وخرج منها الصم 31 ومعاه كاري. خدت بالك؟ اه. طيب كده اقدر اقول لك حاجه بقى مهمه. مجموع الصم هيطلع الصم كله التوتال هيطلع فيه كام خانه؟ من اول اس 0 لحد اس 31 ومعاهم الكاري يعني 33 بت. يبقى لما اجي اجمع رقمين كل رقم من ان بت يبقى رقم ان بت مع رقم ان بت اتموست هيطلع معايا رقم من ان زائد 1 بت. ليه؟ لان دايما في واحد ده اللي هو يعني ان جنرال كده اللي هو الكاري. والله ممكن يكون بزيرو يبقى الناتج ان بت زي ما انا كنت بجمع الرقمين عادي ممكن يبقى فيه كاري فيبقى ساعتها زايدين خانه. يبقى التوتال بتاع الجمع ممكن يطلع نفس عدد الخانات بتاعت كل رقمين اللي بجمعهم او يطلع اكبر منهم بخانه زايده اللي هي الكاري ده لو في كاري يعني. وده اللي حصل هو الناتج طلع من اس 0 لحد اس 31 ومعانا كاري زياده. استخدمت كام فول ادر وكام هاف ادر؟ اعرفها بقى. الهاف ادر جمع لي اول خانه بس يبقى فاضل لي كام خانه؟ 31. يبقى انا استخدمت 31 فول ادر اللي هي الدايره اللي بتعمل جمع دي وواحد بس هاف ادر. ده سؤال مهم جدا يجي لك في السؤال يجي لك في الاسئله يقول لك ايه؟ لو عايزين نجمع رقمين كل رقم مكون من 16 خانه 16 بت هنحتاج كام فول ادر وكام هاف ادر؟ قول له على طول كده بالنظر اول خانه بس اللي هحتاجها هاف ادر يبقى هحتاج واحد هاف ادر. وبعد كده كل الخانات الباقيه كل واحد كل خانه هحتاج لها فول ادر يبقى فاضل لي 15 خانه يعني 15 فول ادر. يعني ممكن تلخص اللي احنا قلناه ده كله في حاجه يعني في نقاط. الهاف ادر يخش له 2 انبوتس يخرج منه 2 اوتبوتس. الانبوت الاولاني اللي هو الخانتين اللي بجمعهم يخرج الصم والكاري ده اسمه هاف ادر. اما الفول ادر يخش له ثلاث حاجات ويخرج منه حاجتين الخانتين الاساسيين ومعاهم الكاري اللي جاي من المرحله السابقه وعامل كده اهو دي جايه من البريفيوس ستيج نسميه فول ادر ويخرج منه صم وكاري اوتبوت. مفيش اي مشكله كلهم صم وكاري اوتبوت مجموع وكاري يعني ان جنرال ممكن يبقى الكاري بقيمه ممكن يبقى بزيرو عادي يعني هي قيمه اصلا يعني. دول اللي بنستخدمهم على طول. طب سؤال لو انا عايز اعمل بقى حاجه تجمع الرقمين اللي كنا بنشتغل بيهم من شويه بس باستخدام الفول ادر فقط يعني ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اول خانه اللي كنت عاملها بقى في ادر انا مش هاف ادر مثلا جيت اشتغل ومش هاف ادر فاعمل ايه مكانها؟ حط اول خانه فول ادر برضو فول ادر بس هتلاقي له ثلاث ثقوب ثلاث اماكن اوصل فيهم. طب وانا معايا اول حاجه في الرقمين هم قيمتين بس اي 0 مع في 0 حط انت من عندك وصله زياده حط انبوت زياده من عندك ادي اي 0 مع البي 0 اللي هو اول خانتين. طب ده فول ادر يبقى دخل له انت كاري اكنك جبت كاري
اكنك انت دخلت له كاري، بس الكاري ده ايه مش عايزه ياثر في المجموع بزيرو، يبقى هضيف انا الكاري من عندي جدعانه كده زيرو عشان ابدا. عشان طب انا عملت كده ليه؟ طب ما كنت تحطها في قدر وخلاص. فهمت قصدي؟ اول خانه نحط لها في قدر بس. قال لك لا ما هو انا مش هاف قدر معايا كله فول قدر بس. فقال لك خلاص طالما معاك كله فول قدر بس يبقى اول خانه برده عملها فول، بيعملها فول قدر، دخلها القيمتين بتوعها عادي معاهم انبوت زيرو. طب ليه الانبوت زيرو ده؟ عشان اولا هو محتاج 3 انبوت، ثانيا عشان الزيرو مش هيأثر. يعني انت لو قلت ايه زيرو بزيرو ومجموع عليهم زيرو، زيرو ما بيأثرش في الجامعه اصلا ملوش لازمه يعني، فاكنك بتجمع دول عادي خالص. ده في حاله ان انا عايز استخدم فول قدر بس، يطلع الصام زيرو والكاري يكمل ومعايا هنا فول قدر كمان، الصام يطلع الكاري يكمل وهكذا، كل واحد طبعا بيخش له خانتين. يبقى ده لو انت عايز تعمل دايره تستخدم فيها الفول قدر فقط لجمع اي عدد من البيتس، اي رقمين مكونين من اي عدد من الخانات، كل خانتين فوق بعض هيجمعهم بالطريقه دي مع الكاري اللي قبلها، مع الكاري اللي قبلها، يبقى خانتين اهم مع الكاري اللي قبلها. اذا نستخدم الفول قدر. يا رب تكون فهمتها. طب لحد دلوقتي ما جبناش تركيب الفول قدر، احنا عارفينه كمربع كده، ايه السيركت اللي جوه؟ ايه الحاجه اللي اقولها للكمبيوتر يعرف يتعامل بيها مع الانبوتس عشان يخرج الاوتبوت اللي احنا عارفينه بالحسبه؟ بالحسبه نعمل ايه في السيركت دي؟ تعال نصممها. هنصمم السيركت اللي جوه الفول قدر. نعمل اول حاجه نعمل ايه؟ حددنا الانبوت والاوتبوت، 3 انبوتس واثنين اوتبوت، يبقى نعمل ايه؟ تروث تيبل. تروث تيبل اهو، 3 انبوت واثنين اوتبوت، الانبوت الاولاني A B ومعاهم كاري جاي ايه من المرحله السابقه، وهنا سم وكاري اوت. تمام كده، حط الاحتمالات الممكنه للاي والبي والسي، 0 1 0 1 0 1 0 1، هنا صفرين وحدين صفرين وحدين، اربع اصفار اربع وحي. تعرف تجمع بقى جمع يدوي؟ اه، ثلاث اصفار يديني صفر ومعايا الصفر، ما فيش كاري ولا في صم اصلا. طيب صفرين وواحد المجموع التوتال ايه؟ واحد، ده الصم وما معيش حاجه ما فيش كاري. نفس الكلام واحد وما معيش كاري، صفر واحد وواحد بقى لا صفر ومعايا الواحد، صفر ومعايا الواحد، لكنك بتجمع واحد وواحد عادي خالص بالباينري، ده كلام قديم. صفرين وواحد ده يديني واحد في الصم وما معيش كاري، صفر وواحد وصفر المهم ان في وحدين وخلاص يعني، يبقى صفر ومعايا الواحد، واحدين صفر ومعايا الواحد، ثلاث وحايد واحد ومعايا الواحد. ليه؟ لان واحد 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 ثلاثه، ثلاثه بالباينري تتكتب 11 كده، واحد في خانه الاثنين اس 0 وواحد في خانه الاثنين اس 1. كتبنا الجدول جميل قوي. عايزين نجيب الايه؟ المينيمايزيشن، يعني نعمل الفانكشنز بتاعتنا. عايزين الاس كداله في الثلاث مجاهيل دول، والسي كداله في الثلاث مجاهيل دول او الثلاثه انبوتس دول، نعمل ايه؟ بسيطه، ثلاث مجاهيل يبقى نعمل كي ماب، اقسم من النص، اقسم من النص النص، اقسم من النص النص، الاي بي فوق السي اي تحت او باي ترتيب، 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ده كله شرحناه في الكي ماب بالتفصيل. شوف بقى مين كل واحده فيهم. امسك مثلا وليكن الصم الاول، الصم هتلاقي ده العمود اللي فيه، ده الصف اللي فيه زي واحد، وده الصف اللي فيه واحد، ده اربع صفوف فيهم وحيد. حطهم هنا على الايه؟ على الشكل، على الكي ماب دي. الاولاني بيقول لك صفر وصفر معاهم واحد، ادي صفر وصفر معاهم واحد تحت. بعد كده صفر وواحد معاهم صفر، ادي صفر وواحد معاهم صفر، يبقى المربع ده. طب ده هتلاقيه بيقول لك واحد وصفر معاهم صفر، ادي واحد وصفر معاهم صفر، يبقى هنا اهو. الاخير ثلاث وحايد، يبقى واحد واحد معاهم واحد، يبقى هنا اهو. احنا قلنا لك بقى قاعده كده، بدل ما تتعب نفسك وتقعد تجيب جروبس، يبقى اربعه جروبس وتقعد تجمع وتصفي، قال لك لا، لما تلاقي شكل الشطرنج اللي هو رقعه فاضيه رقعه مليانه رقعه فاضيه رقعه مليانه بالترتيب كده اهو بالتناوب، والاولانيه فاضيه، يبقى اكس ايه؟ اكس اور لكل المجاهيل. يعني امسك المجهول الاولاني اللي هو ايه؟ اعمل اكس اور مع البي، اعمل اكس اور مع السي، اكس اور مع السي. ده لما تلاقي الشكل المنظر ده، مربع فاضي مربع مليان، مربع فاضي مربع وهكذا. ده في حاله ان الاول هو اللي فاضي. طب لو كان مليان، لو كان المربع كده اهو، تحفظهم الاثنين دول زي اسمك لو كان كده، يبقى دي اكس نور لكل المجاهيل، يبقى كده المنظر ده. انما احنا اللي بنشتغل عليها في الصم بتبقى اكس اور. وتفتكرها ازاي ان اللي احنا معانا هي الاكس اور؟ ان الفول الهاف ادر كان اكس اور، كان الصم اكس اور برضه، بس كان تو فاريبل بس او تو انبوتس بس، هنا اكس اور برضه، يبقى الصم في كل الاحوال بيبقى اكس اور في الهاف ادر والفول ادر، بس هنا الثلاثه فاريبل، لان احنا شغالين على ثلاثه انبوتس، التو انبوتس الاساسيين وعامل الكاري انبوت اللي جاي لهم من البريفيوس ستيج، يبقى هي دي الصم. طيب كي ماب ثانيه عشان نجيب الكاري، الكاري اوتبوت اي بي كاري انبوت 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ممكن تعمل كل ده من غير ما تحفظ، يعني انت حد ما حفظناش حاجه، الكلام ده كله بنحل، يعني ممكن استنتج ده كله في الامتحان اصلا، بس انت مع الوقت هتحلهم وتبقى حافظهم، مش تتعب قوي. امسك الكاري شوف امتى بقى بواحد، هنا اهو وهنا اهو وهنا اهو، هنا اربع وحايد، فين مكانهم؟
هتلاقي 0 1 مع الواحد، 0 1 مع الواحد يبقى هنا، بعد كده 1 0 مع الواحد، 1 0 اهي مع الواحد اهي، بعد كده 1 1 مع الصفر، ادي 1 1 مع الصفر، بعد كده 1 1 مع الواحد، 1 1 مع الواحد، يبقى جبت الايه، جبت قيم امتى الكاري اوتبوت، امتى الكاري اوتبوت اللي هو الصف ده امتى يطلع بوحيد عشان نعمل له الفانكشن بتاعته. ده كلام قديم، ازاي تجيب فانكشن من التروث تيبل، ده درس قديم فمش لازم اشرحه لك بالتفصيل. نكون من زي جروبس، خد كل مثلا اول مفيش حاجه اربعات طبعا، فناخد دول مع بعضهم. طب نيجي ناخد الواحد ده، ما تاخدوش لوحده، خده مع واحد من اللي جنبيه. طب تاخد ده لوحده، لا خده مع واحد من تحتيه. اهم حاجه تاخد اكبر، يعني تخلي المجموعه تشمل اكبر عدد من الوحيد. كون الكاري اوتبوت الفانكشن بتاعته هيطلع ايه، المجموعه دي مثلا مين الثابت فيها، الاي والبي ثابتين وقيمتهم بواحد، يبقى اي بي زائد المجموعه دي مين ثابت فيها بالعرض، هتلاقي الصفر بقى واحد يبقى مختلف، يبقى البي هي اللي ثابته وقيمتها بواحد، يعني دي البي ثابته وقيمتها بواحد. طب والعرض، هتلاقي الواحد ده اللي هو السي ان الانبوت يعني، زائد المجموعه دي بقى مين ثابت فيها، الاي ثابته وبواحد والكاري انبوت ثابت وبواحد، يبقى الداله طلعت بالمنظر ده. ايه الداله دي؟ اسمها الماجوريتي فانكشن. ايه الماجوريتي فانكشن؟ يعني داله الاغلبيه. ليه؟ لانك هتلاقيهم ماشيين بالتناوب كده، كل اتنين مع بعضهم، اي بي بعد كده البي سي بعد كده الاي سي، كل اتنين مع بعضهم ضرب تبادلي كده. فانت طالما عملت ضرب تبادلي يبقى على الاقل، هو بيقول لك كده، لا على الاقل لازم اتنين يبقوا بواحد عشان التوتال يطلع بواحد. لو الاي وبي بواحد هيبقى ده بواحد، يبقى التوتال بواحد. طب لو البي وسي بواحد يبقى الترم ده بواحد وبالتالي التوتال بواحد. طب لو الاي سي بواحد يبقى التوتال بواحد برضه. يبقى على الاقل لازم اتنين من الانبوتس يبقوا بواحد عشان الناتج يبقى واحد. ده بنسميها ايه؟ عشان ناتج السي اللي هو السي اوتبوت او الكاري اوتبوت، ده بنسميها الماجوريتي فانكشن. هيجي لك سؤال يقول لك يعني ايه ماجوريتي فانكشن، ويجي لك الشكل ده، يبقى هي دي اللي تختارها. طيب يبقى من ده نقدر نستنتج او نصل الى النتيجه، وهي ان الفول ادر عباره عن صم بالشكل ده، نعمل اكس اور لكل الانبوتس، وكاري اوتبوت بالشكل ده، بنعمل الماجوريتي يعني نجيب الاثنينات، ده مع ده وده مع ده وده مع ده، اي سي بعد كده البي سي، خلاص كده اهو. نعمل ايه بقى الشكل ده؟ نقول للكمبيوتر ازاي يعمله كجيتس، او احنا عايزين نعمله كجيت جوه المربع اللي كنا بنعمله زمان، كنا بنسميه فول ادر. ده كنا بنكتبه كده كشكل توضيحي، يخش له ثلاثه ويخرج منه اثنين، ثلاثه انبوتس ويخرج منه اثنين اوتبوتس، الصم والكاري، اي بي مع الكاري ان اللي هو جاي له من البريفيوس ستيج. عايزين نحط بقى مين جوه هنا، مين الجيتس اللي جوه، اهي نمثلها ازاي بقى كجيت بسيطه. دي المرحله الاخيره من التصميم، اللي نعمل الجيت ليفل. قال لك افترض هنا في A وهنا في B وهنا في C، خد الثلاثة مع بعضهم اهو ودخلهم على الاكس اور، مبروك عليك كده جبت الصم. مش الصم قال لك اعمل الثلاثة اكس اور، عملنا الثلاثة اكس اور. طيب السي اوتبوت قال لك لا خد كل اثنين واعمل لهم اند، ادي اول واحدة مثلا مع الثانية اعمل لها اند، بعد كده خد الثانية مع الثالثة واعمل لهم اند، خد الاولى مع الثالثه، طبعا برسمها انت بنظافه اكتر، واعمل لها ان. ايوه خلصنا كده. لا وجمع بقى الثلاثه في ايه، في اور، يعني اجمع الثلاثه، اجمع الثلاثه اللي طلع هو ده السي اوتبوت اهو، اضرب اثنين كل واحده اند اند اند، وفي الاخر جمعنا كله على بعض يبقى عملنا اور. هي دي داله او هي دي رسمه الايه، الفول ادر اللي بيفهم الكمبيوتر ازاي يجمع ثلاث خانات مع بعضها، خانتين السين وكاري اوتبوت، كاري انبوت جاي له من المرحله السابقه. انت بقى بتشوف ايه في كواحد بتروح تشتري، بتشوف الشكل ده، ده اللي جوه المربع. انت ما بتشوفش غير ان في ثلاث مداخل وفي مخرجين، تدخل له اي ثلاث قيم هيطلع لك مجموع وكاري او شكرا. يبقى انت فهمت الكمبيوتر، عملت تصميم لمشكله، حليت مشكله، عملت تصميم لحلها، وهو ايه، ان احنا فهمنا الكمبيوتر ازاي يجمع رقمين او يجمع ثلاث خانات، خانتين اساسيين وكاري. ده هيفيدنا بايه بقى؟ ده نقدر نجيب منه 15 واحده ونجمع رقمين مكونين من 15 خانه، كنت مستحيل تفهم الكمبيوتر يجمعهم ازاي يدوي. فدلوقتي خليته يقدر يعملهم بانك فهمت الشكل الابسط، ابسط شكل ممكن، وهو ازاي يجمع ثلاث خانات، فهمت بقى هو يعمله ازاي عشان يجمع اي عدد من الخانات الى ما شاء الله. يبقى هي دي قصه الفول ادر والهاف ادر، وده التفصيل اللي انا عملناه بيها كل الهيصه دي. اكتب لك كل حاجه بالتفصيل، انا لو حبيت تذاكر هتلاقي ورقه ده في الوصف. ده لو حب قال لك بقى عايزين نجمع مثلا 32 رقمين كل واحد من 32 بت او خانه، يعني يبقى نحتاج كام فول ادر؟ هنحتاج يا اما 32 فول ادر، لو انت مش لو انت هتعمل اول خانه بفول ادر برضه. ازاي؟ ثانيه دي ورق
زي ما قلت لك لو انا هعمل الاولاني هاف ادر يعني هدخله اول خانتين بس واكمل صم وكاري ده كده واحده هاف ادر والباقي فول ادر. انا ممكن انا عايز اخلي الاولانيه برضو فول ادر يبقى ادخلها انا انبوت جدعانه من عندي بزيرو لان الزيرو في الجامعة ما بيفرقش ساعتها بقى انا استخدم برضو ده فول ادر. يبقى لو قال لك يوزنج اونلي فول ادر وعايزين نجمع 32 بيت مع 32 بيت يبقى استخدم 32 فول ادر. ليه؟ لانه قال لك يوزنج اونلي ما هنستخدم بس فول ادر يبقى الاولاني برضه هيبقى فول ادر وندخله احنا انبوت زيرو. طب قال لك لا ده وده يبقى الاولاني طبيعي نعمله هاف ادر لان هو داخل له خانتين بس مفيش كاري في اول مره مفيش بريفيس ستيج اصلا هيطلع هنا صم ويطلع كاري يكمل على المرحله اللي وراها ويكمل على المرحله اللي وراها كاري وهكذا. يبقى الباقيين اي حاجه هيخش لها ثلاثه يعني اي حاجه هيكون جاي لها كاري محتاجه تكون فول. طب الاولاني اصلا مش جاي له كاري عشان كده عملنا هاف. اما لو هو قال لك يوزنج اونلي هاف احنا مدخلين واحنا من عندنا زيرو جدعان شكرا. والناتج دايما بيبقى ات موست ان زائد 1 بت. ازاي؟ من اول اس 0 لحد اس 31 كده 32 خانه والكاري. الكاري ممكن يطلع كاري ممكن ما يطلعش. يبقى ات موست ممكن يطلع ان زائد 1 من الخانات. اعمل انت بقى كتدريب ليك صمم دايره تجمع بيها رقمين كل واحد 4 بت مع انك توضح التركيب الداخلي للفول ادر والهاف ادر عشان تبقى لميت اللي فات ده كله وفهمته. صممه بايدك اعمل بنفسك كده عشان تبقى حفظت الدرس وفهمته من اول لاخره كده والدنيا تمام. يعني 4 بت يعني مش قصه انت عارف يعني اكنك عايز تعمل كده A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 هعمل ايه؟ هقوم جاي اول خانتين خانتين يبقى دي ال A0 وادي ال B0 هيطلع صم اسمه صم 0 يعني مش صم مش لوحده كده هو خانه في الصم وكاري الكاري هيكمل يخش فيه يبقى الاولانيه دي اسمها هاف ادر. ليه؟ لان دخل لك حاجتين خرج منه حاجتين. الكاري اللي خرج من هنا بقى هيخش مع الخانتين التانيين اللي هو A1 مع B1 ويخرج صم 1 اللي هو الخانة التانية في الصم وكاري جديد يكمل يخرج يكمل يخرج خالص اخر واحدة ده هي الكاري التوتال بقى يبقى S3 وهنا S2 وهنا يخش لهم B2 B3 هنا يخش B2 B A2 B2 وهنا B3 مع ال A3 شكرا. ادي اربع سيركتس ثلاثة فول ادر وواحدة هاف ادر. طب قال لك يوزنج اونلي فول ادر يبقى حط من هنا زيرو جدعانة من عندك وسمي ده فول شكرا لان انا كده ما قصرتش في الموضوع استخدمت بس ايه فول يعني بدل هاف. ده عشان تجمع اربعة بيتس. هيقول لك بعدها قول لي بقى تركيب كل واحد من جوه ومعاه بقى ترو ستيبل وعيش مع نفسك بس لازم تحفظ الهاف ادر عشان تنجز في الامتحان. الهاف بيبقى الصم اكس اور للانبوتس اللي هم اثنين بس والكاري بيبقى ايه اند ليهم. اما الفول ادر بيبقى اكس اور برضه للانبوتس كلها بس هم هنا ثلاثه. طب ده الصم. طب الكاري بتاعه الماجوريتي كل اثنينات اي بي بي سي زائد اي سي. شوف الموضوع بسيط حفظهم حتى سهل. طيب نيجي هنا عايزين نعمل سب تراكتور. عمك السب تراكتور لازم قبلها اديك شويه مقدمات كده عشان كنا بنعمل طرح زمان كنا بنقول ايه مثلا ناقص بي كنا بنعملها ازاي كنا بنخليها ايه زائد بي بس ايه نحط جنب البي سالب يعني ايه زائد ناقص بي. الناقص بي دي بقى نجيبها ازاي؟ هي التوث كومبلمنت بتاع البي يعني المتمم الثنائي. طب المتمم الثنائي بيتجاب ازاي؟ هو عباره عن المتمم الاحادي للبي زائد واحد يعني بنجيب المتمم الاحادي للبي كلها على بعضها كده اهو ونجمع عليه واحد في الاخر. طب هو ايه المتمم الاحادي؟ هو مقلوب البي كل واحد تبقى زيرو كل زيرو تبقى واحد خدت بالك؟ اه يبقى كاني بقول بي بار زائد واحد بس بي بار لما تخلص البار اللي عليها ابقى اجمع على الواحد مش تقول لي بي بار زائد واحد بي واحد وخلاص ده اور عاديه لا دي مش اور ده بخلص البي الاول بعملها بار كلها على بعضها الاول بعدين اجمع في الاخر على واحد يعني اهو بجمع على واحد في الاخر بعد ما اجيب لي كل ده بار مثلا او ايا يكن بقى اتخيل المنظر كده فبجمع في الاخر خالص على واحد بقول واحد وواحد زيرو معايا الواحد واحد وزيرو واحد خدت بالك؟ يبقى انا بجمع على واحد كرقم توتال مش بضيف على واحد حاجه يعني البي هنا مش خانه زمان كنا بنقول واحد زائد بي بار بواحد ده لو البي دي خانه لما دي مش خانه ده رقم فهمت قصدي ايه؟ فعشان اجيب دلوقتي بقى نستنتج من ده ان عشان اعمل عمليه سالب لحاجه عشان اجيب سالب حاجه هو عباره عن ان انا اجيب البي بار بتاعتها واجمع عليها واحد صح كده؟ اه لان السالب معناه توث كومبلمنت والتوث كومبلمنت معناها ال 1 كومبلمنت بلس 1 اجيب ازاي السالب اجيب ازاي البار بتاع حاجه؟ قلنا بنحط انفرتر صح كده؟ اه يبقى دخل الانفرتر ده بي يطلع منها بي بار كل ده كلام قديم. طب اعمل ازاي الكلام ده بالاكس اور؟ ايه لازمه الكلام ده؟
هقول لك انا دلوقتي عشان انجزك على طول ونخش في الليله. يعني الاكس اور دي ليها مميزات لا تحصى. لو دخلناها اي بي هيخرج منها ايه اكس اور مع البي. القاعده دي بتتكتب ازاي بقى؟ ممكن نكتبها كده اهو اي بار بي زائد اي بي بار. الشكل ده هو الاكس اور بالظبط، هو الاكس اور. طيب لو انا خليت واحده منهم ثابته يعني وصلتها بواحد او زيرو، لو وصلناها مره بواحد ومره ثانيه وصلناها بزيرو، تعال نشوف كده لو وصلناها بواحد ايه اللي هيحصل. يبقى كانك قلت ان البي بواحد يعني البي بار بزيرو. حط البي دي بواحد يبقى ايه بار في واحد فكك يعني، زائد ايه بي بار البي بار بزيرو يبقى اكني زائد زيرو، يبقى اكني مش موجود. يبقى ساعتها الاكس اور هتديك ايه؟ هتديك ايه بار. يبقى ركز كده، كده ده قلناه برضو في حلقات قديمه. يبقى لو دخل ايه مع واحد هيطلع ايه بار. طب ده كده الشيء ده الشيء اللي هنا ده اشتغل كايه؟ كانفرتر، كحاجه بتقلب اللي بيخش. الانبوت اللي دخل خرج مقلوب، يبقى دي بتشتغل از انفرتر. يبقى اي انفرتر تقابله بالمنظر ده انفرتر العادي خالص ممكن استبدله باكس اور لو انا معيش غير اكس اور. يبقى ممكن نستغنى عن كل الانفرترز اللي في الدايره ونحط بدلها اكس اور. اكس اور اسهل، احنا بالنسبه لنا اسهل. طب ايه فائدتها الثانيه؟ ان انا ببساطه جدا اقدر اخليها تدخل الايه زي ما هي او تدخلها مقلوبه. طب مقلوبه وفهمنا نخلي ده واحد، طب زي ما هي ازاي؟ قال لك خليه زيرو. طب اعرف ده منين؟ ارجع للقاعده، يعني مش حافظهم والله، كل مره بجرب مع القاعده دي. حط كده البي بزيرو، ما هو البي بزيرو يبقى البي بار بواحد. لو حطيت البي بزيرو هتلاقي ده راح، والبي بار بواحد تلاقيه اتفضل لك هنا واحد في ايه، يعني يتفضل لك ايه. يبقى الايه دخلت ايه خرجت ايه برضو لان معاها زيرو. يبقى ساعتها بتشتغل از بافر او اللي هو حاجه بتعدي اللي داخلها زي ما هي زي ما هو بالظبط. يبقى الاكس اور ميزتها ان انا اقدر اكنترول بتكه بزرار. الانفرتر لا، الانفرتر لازم يخش يطلع مقلوب، ما اقدرش اقلبه، ما اقدرش اغير وظيفته. انما الاكس اور اقدر اغير وظيفتها بمجرد ما اوصل معاها زيرو تطلع ايه هي هي، تطلع ايه زي ما اكني مش حاططها. طب اوصل معاها واحد يطلع مقلوب، يطلع يعني لها عمليه انفرتنج على طول يقلبها للاي بار. طب ده يفيدني في ايه بقى؟ تعال اقول لك يفيدك في ايه. لو حبينا نعمل حاجه تعمل عمليه سبتراكشن، مش قلنا معناها ان احنا هنخليها كده اهو الاي زائد الناقص بي دي هنخليها ايه؟ بي بار زائد واحد، صح؟ قلت لك نخلص البار ده الاول وبعدين نجمع على واحد، لان ده على بعضه هو هو السالب بي، لان السالب بي معناه التوت كومبلمنت، معناها واحد وانس كومبلمنت زائد واحد، هو ده بالظبط. تقدر تعملي بقى الدايره اللي تعمل ده؟ اه. لو الاي ده عباره عن اي 0 اي 1 والبي دي البي دي عباره عن بي 0 بي 1 من خانتين مثلا، نفترض يعني حاله بسيطه كده ان هي من خانتين. هيبقى اول واحد هنستخدم فول ادر بس، انا بحب دلوقتي نستخدم من هنا ونروح نستخدم فول ادر بس، هيكون داخل له زيرو جاهز، زيرو جاهز ومعايا من فوق. ده كان زمان بيخش له زيرو جاهز، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل جمع، وكنا بنقول هنا اي زيرو مع البي زيرو ويخرج صم زيرو معانا كاري يخش الفول ادر ويكون داخل معايا فوق اي 1 معاها بي 1 هيخرج سم 1 ومعانا الكاري التوتال، لان كده خلصنا هما خانتين فقط. هنا بقى الجديد ان ده مش جمع، ده طرح. فالطرح قال لك ايه؟ قال لك الطرح هو بنضيف واحد جاهز، لان القانون بيقول لنا كده بنضيف واحد جاهز. قال لك خلاص يبقى الكاري اللي جاي في الاول خالص ده هنخليه واحد. مش انت قلت له ضيف واحد جاهز عشان تعمل طرح؟ طب اضيف واحد وبس؟ قال لك لا، ومع البي بار. يبقى كل بي جايه لي هعمل لها بار في السك، يعني اقلبها. كل بي جايه لي اعمل لها بار في السك، يعني اقلبها، اعمل لها انفرتنج. الشكل ده هو الايه؟ السبتراكتور، مش الادر بقى، السبتراكتور الجامع الشيء اللي بيطرح السبتراكتور. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيطرح الايه من البي، بيطرح الايه توتال اهي، الايه بيطرحها ايه؟ بيطرح منها البي. ازاي؟ بان انا جبت القانون بتاع قلت ناقص بي هخليها توس كومبلمنت اللي هي وانس كومبلمنت زائد واحد. وانس كومبلمنت يعني البي بار، البي خليتها كلها بارات، يعني حطيت ايه؟ انفرترز. وفي واحد جاهز بيخش قمت مدخله في اول فول ادر. طيب الشكل ده ايه الفرق بينه وبين الشكل ده؟ بتاع الجمع العادي خالص كنا مدخل صفر هنا عشان ما بيفرقش، وهنا اي 0 بي 0 هنا الصم الصم 0 مع الكاري يخش على الجنبين اي 1 بي 1 يخرج صم 1 معاها الكاري. ايه الفرق بين ده وده؟ قال لك حاجتين، ان ال 0 ده انت خليته لي 1 لان هنا كان ال 0 ما بيفرقش في الجمع، انما هنا الواحد هو اللي بيعمل طرح اصلا، هو الموجود في قانون الطرح. والبي هنا كانت عاديه وهنا بقى وهنا بار. قال لك طب انا ممكن ادمج دول في دايره واحده. قال لك ازاي؟ بالايه؟ بالاكس اور اللي انا تركت في الصفحه اللي فاتت. الاكس اور تقدر تخلي البي دي مره تبقى بي ومره تبقى انفرتر حسب ما انا عايز. طب قال لك خلاص
خلاص هتيجي كتب لك نفس الكلام ده هنا بالظبط اهو، ان التوس كومنت عملنا فيه ايه ومش عارف ايه، والاكس اور ازاي بتستخدمها كانفرتر وازاي تستخدمها كحاجه تعدي لك زي اللي جاي بالظبط لو البافر مثلا. نفس الكلام دلوقتي بقى السبتراكتور لوحده اهو، خلينا البي بار وضفنا واحد، البي بار خليناها بار كده اهو وضفنا واحد. طب بما ان هنا واحد وهناك كان زيرو وهناك كانت بي وهنا بي بار، ازاي نقدر نغير الاثنين مع بعضهم في نفس الوقت باستخدام الاكس اور؟ هو ده اللي عملناه هنا، دمجنا الاثنين في دايره واحده. ازاي؟ بقيت عندي بره كنترول، حاجه كنترولر كده، حاجه بتحدد اختار زيرو ولا 1، يعني اوصل بالجراوند ولا اوصل بالايه بالفي سي سي نفسه اللي هو الفولتج نفسه، الحاجه لما واحد يعني. فممكن اوصل مره بزيرو فيبقى داخل هنا هو زيرو، انا خدت منه فرعين يبقى داخل هنا هو زيرو. بص انا هقول لك داخل هنا زيرو، لو وصلت بالزيرو يبقى داخل هنا زيرو، يبقى بعمل ايه؟ جمع، يبقى تلاقي ايه زيرو داخل معاها مين بقى؟ بص كده الزيرو واخد منه فرع، كل ده اسمه زيرو، الخط بالعرض ده كله اسمه زيرو. دلوقتي خدت منه فرع اسمه زيرو دخلته مع بي زيرو، طب وهي الزيرو لما بتخش مع بي زيرو اللي هنا على الاكس اور بيطلع مين؟ بيطلع لا زي اللي دخل، يبقى لو دخلت زيرو يطلع زي اللي دخل. طيب يبقى هنا بي زيرو وهنا بي 1 وهنا بي 2، ما كلهم داخل معاهم زيروهات، كلهم داخل معاهم زيروهات على الاكس اور، وده اللي شرحته في الصفحه اللي فاتت في الاكس اور. قلت لك الاكس اور لو دخلها زيرو تعدي الحاجه زي ما دخلها. يبقى ايه اللي حصل كده؟ يبقى لما انا عملت الكنترولر اللي بره زيرو رجعت دايره، شغلت دايره الجمع اهي، اي زيرو مع البي زيرو داخل لها زيرو عادي خالص، الدنيا شغاله جمع طبيعي قوي اهو. طب خليها واحد بقى المره دي، خليها في مره ثانيه واحد، هيبقى هنا واحد وهنا بقى واحد في الاكس اور مع البي زيرو يطلع على البي بار مقلوبه، يطلع البي زيرو قصدي مقلوبه واخده بار. طيب وهنا الواحد برده واخدين منه فرع في الاكس اور مع البي 1 يطلع لك البي 1 مقلوبه، وهنا البي 2 تطلع مقلوبه. يبقى ايه اللي حصل لما شغلنا الكنترول على واحد؟ بقى واحد داخل مع البي بار اهي، كل مركباتها بار مع الايهات، يبقى ده كده سبتراكتور، يبقى ده شكل السبتراكتور اللي كان فوق. يبقى انا اقدر اجيب البار دي والواحد ده اجيبهم بدوسه واحده بس، ابدل بينها وبين الجامع، يبقى مره اجيب جامع مره اجيب طرح، مره اجيب جامع يبقى عملت دايره واحده تعمل وظيفه الجامع والطرح ات ذا سيم تايم. يبقى الداله دي الدايره دي بتعمل جامع او طرح حسب الكنترولر اللي بره. يجي السؤال يقول لك لو عملناها واحد يشتغل ايه؟ افتكر على طول قانون الوانس كومبلمنت زائد واحد اللي بيعمل لنا الطرح، يبقى اول ما احط واحد في الكنترولر يشغل لي طرح، طب خليته زيرو يعمل جمع بس كده شكرا. طيب لو عملنا بقى هتلاقي كده كده باختصار نفس، لان مش عليها اسئله كتير، نفس الكلام بالظبط. لو حبينا نعمل المالتي بلاير داله او دايره تعمل عمليه ضرب، هنعمل ايه؟ هنجيب الرقم الاول والرقم الثاني ونعمل تروث تيبل ونشوف الضرب هيطلع بكام، ونحط الجدول قدام المنظر ده ونجيب كل خانه من اللي طلعوا في الضرب المالتي بلاير 1 المالتي بلاير 2 الضرب اللي حصل ده، ونعمل لها فانكشن ونرسم الفانكشن دي، ويبقى عملنا حاجه اسمها مالتي بلاير موجود في السوق عادي، ونعمل في الاخر جيت امبلمنتيشن. طيب لو ضربت رقمين، معلومه ليك يعني، لو ضربت رقمين واحد عدد البيتس بتاعته ان والثاني عدد البيتس بتاعته ام، الناتج هيبقى ان زائد ام من البيتس. يعني لو ضربت رقم 4 بت في رقم 3 بت الناتج هيطلع هيبقى 7 بت. دي معلومه تعرفها لان ممكن يسالك عليها، عرفناها ازاي بالتجربه، جربنا مش اكتر. اديك قدامك اهو رقم مكون من خانتين، في رقم مكون من خانتين طلع رقم مكون من اربع خانات لان مجموعهم. طب لو حبينا نعمل كومباريزون بقى، ده سؤال غايه في الخطوره والاهميه، ده اخر حاجه هشرحها غالبا، اخر حاجه اخر حاجه. تعال نشوف ازاي نعمل داله بتكمبير ما بين رقمين. قبل ما نبدا عايز اقول لك شويه اساسيات عشان هستخدمها دلوقتي. ايه الحاجه او ايه الجيت اللي اقدر اعمل بيها عمليه اختبار للتساوي، هل الحاجتين متساويين ولا لا؟ ايه الجيت اللي تديني واحد لما يكونوا الرقمين شبه بعض بالظبط؟ فاكرين ان احنا الاكس اور كانت بتكره التوينز، في حاجه عكسها بتحب التوينز اللي هي مقلوب الاكس اور اللي هو الاكس نور، النور دي لان دي نوت يعني نوت للاكس اور. فالاكس نور الاكس نور دي كده اهو بتعمل عمليه ايه؟ بتختبر الايكواليتي التساوي. زي ما اقول ايه؟ لو دخلها صفر وصفر اطلع واحد، لو دخلها واحد وواحد اطلع واحد، يعني بتحب الحاجات المتساويه اللي هي شبه بعضها بالظبط. لو دخلها صفر وواحد، صفر مع واحد يطلع صفر، واحد مع صفر يطلع صفر. يبقى لو حبيت تجيب حاجه تست بيها هل الرقمين قد بعض ولا لا وتديك واحد لو هم قد بعض استخدم الاكس نور. يبقى لو انا قدام الايه عايز اشوف هي قد البي بالظبط ولا لا اعملها اكس نور، والله لو ادوك واحد يبقى هي ايه هي بالظبط، يبقى الاثنين ايكوال، يبقى الايه ايكوال بي. طب لو ادوك صفر يبقى الايه دازنت ايكوال بي، يبقى دي حاجه بتست الايكواليتي تمام كده اللي هي الاكس نور تمام. طب ايه تاني؟ لو قلت لك الايه بي بار لو طلعت بواحد معناها ان الاي بواحد، ركز في كده، والبي بزيرو. طب ازاي؟ بص كده لو حطيت الاي بواحد
واحد. طب البيب زيرو يقلبها لك تبقى واحد، يبقى التوتال الاند بتديك واحد، خدت بالك؟ يبقى كان دي لو بنيجي نقراها نقرا ان الايه بواحد والبيب زيرو، كنت دايما بقول لك كده حتى البار اقرا زيرو ومن غير بار اقرا واحد، يبقى ساعتها مين اكبر؟ الايه اكبر من البي. يبقى لو حبينا نعبر عن الايه اكبر من دي بنكتبها ايه بي بار، يعني الايه بواحد والبي بزيرو. ما عندك اصلا ما لهمش غير قيمتين، فلو عايز اقول ان احنا بنتست دلوقتي بنعمل عمليه كومباريزن بنقارن، فلو تساوي عرفنا نعمل تساوي ازاي. طب لو اكبر من، هنقول الايه الايه اكبر من بي ازاي؟ ان الايه بواحد والبي بزيرو، نكتبها ازاي دي؟ ان الايه بي بار، يعني الايه بواحد في الوقت الذي فيه بي بزيرو. طب لو العكس عايزين نقول البي الاكبر، هنقول البي اي بار، يعني البي بواحد في الوقت الذي فيه اي بزيرو. شكرا. تعالى بقى نشوف انت المفروض يعني ده تستنتج بيه الكومباراتور اللي احنا هنعمله دلوقتي. لو انا عندي شويه جيتس هيخش لهم رقم مكون من عدد من الخانات مش عارفينهم، اربعه خمسه براحتك بقى ان جنرال، يعني رقم اسمه ايه ورقم اسمه بي، كل واحد فيهم وليكن مثلا يعني 4 بيتس، وده 4 بيتس، ويطلع منهم حاجه من الثلاثه، يا اي يعني ايكوال، لو الاي دي بواحد يبقى هو يبقى هما ايكوال، لا اما جي معناها جريتر، يعني الاي مثلا نفترض ان الاي هي المدرسه، يبقى الاي اكبر من البي، انا هظبطه بحيث ان الاي تكون اكبر من البي لو ده الفرع ده اللي طلع بواحد، وال معناها لس، لو الاي اقل من البي هينور ده ويبقى ده اللي بواحد، او اللمبه اللي هنا اللي هتنور، يبقى هطلع حاجه من الثلاثه، يا يساوي يا اكبر يا اصغر، كله بيدرس مين؟ بنفترض ان الاي هو اللي بندرسه، لو الاي بيساوي البي هيطلع ايكوال، لو الرقم الفلاني ده اللي هو ايه اكبر من البي هيطلع جريتر، يبقى ده اللي هينور، لو طلع الاي اصغر ده اللي هينور معناه ان الاي لس. نجيب ازاي بقى الجي والاي والال؟ عايزين الرول بتاعتهم، الحاجه اللي يدرسوا بيها الاي والبي، عايزينهم ان ترمز اوف اي وبي، الانبوتس عايزين الاوتبوت ان ترمز اوف الانبوتس، نعمل ده ازاي؟ يعني افهم الكمبيوتر ازاي ان يدرس الرقمين دول بحيث يديني ال لو فعلا الاي اقل، ويديني اي لو الاثنين فعلا ايكوال، ويديني جي لو الاي اكبر، يفهم هو ده ازاي؟ ببساطه اقول لك الاي ده عباره عن اي زيرو مثلا بالترتيب بقى، اي زيرو اي 1 اي 2 اي 3، والبي هكتبها كده اهو بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. وانت بتدرس انت رياضه عاديه خالص، مش كنا بنقول ان لو الخانه اللي هنا اكبر من الخانه اللي هنا ما بنحتاجش نبص على الباقي اصلا، خلاص هو الاكبر. لو قلت لك مثلا 6250 ورقم ثاني 8200 بس، مين اكبر؟ بتبص على اول خانه، والله لقيت الثمانيه اكبر مش محتاج ابص على الباقي، الكسر ده مش هيفرق معايا. طب لقيت الاثنين ستات، 6 250 و6 320، محتاج اعمل ايه؟ بصيت على اول خانه لقيتها قد بعض، بقى ببص على الخانه الثانيه، اللي الاقيه اكبر في الخانه الثانيه يبقى هو الاكبر من غير ما اكمل. طب بصيت لقيتهم الاثنين ثلاثات، محتاج ابص على الخانه اللي وراها، ده خمسه وده اثنين، يبقى الاكبر في الخانه الثالثه بحيث ان الخانتين اللي قبليه متساويين يبقى هو الاكبر. يبقى كل شويه بنبص، لو لقينا الخانه متساويه بنبص على الخانه اللي وراها، لو لقينا الخانه متساويه برضه بنبص على الخانه الثالثه الرابعه وهكذا. لو لقيناهم كلهم متساويين يبقى الرقمين كلهم ان جنرال متساويين. طب لو لقينا واحد منهم اكبر في خانه معينه واللي قبليهم كلهم واللي قبل الخانه دي كله متساوي، يبقى الخانه بتاعته اكبر هو الاكبر، خدت بالك؟ يبقى بندرس كل خانه بالترتيب من الموست سيجنفيكانت من الاكبر على الشمال نزولا الى اللي وراه، بنتست كل خانتين. يبقى انا عايز اقول القاعده بتاعت الاي الايكواليتي هستخدم فيها الاكس نور اللي احنا قلنا عليها، هقول اللي بتاع كده اهو، هقول له اديني الاي بواحد، يعني اديني ان هم متساويين، الاي بواحد لو نورت لها بواحد معناه ان الرقمين متساويين، اديها لي في حاله ان بص بقى الاي 3 والبي 3 متساويين، يبقى هعمل كده اهو، قلنا التساوي بنعبر عنه بالاكس نور، يبقى اداني في حاله ان الاي 3 والبي 3 متساويين بس، وبس كده لا، وي بنعبر عنها بدوت، يعني ضرب، يعني اند، يعني لازم يتحقق في نفس الوقت، يعني لازم يكون ده بيساوي ده وفي نفس الوقت ده بيساوي ده وفي نفس الوقت ده بيساوي ده وفي نفس الوقت ده بيساوي ده عشان يدي ناتج واحد. يبقى اعملها له ازاي بقى؟ اند، لان الاند لازم يبقى كل الانبوتس بواحد، يعني لازم كل الكيسز تتحقق، كل الشروط اللي هتداله تتحقق عشان يدي ناتج واحد. يبقى شرط ان يحصل ايكواليتي بين الرقمين ان يكونوا كل الخانات قد بعض، ده بيعبر عن تساوي الخانتين الاولانيين. طيب و ال A2 اكس نور مع ال B2 موجود برده معايا، لازم يتحقق، لازم الخانه الثانيه تساوي الخانه الثانيه، و دوت يعني دوت او اللي هي اند، يعني الخانه ال A1 مع ال B1 يبقى اكس نور، يعني تضمن ان هم متساويين، التساوي معناها اكس نور، وتضمن ان الخانه الاخيره متساويه برضو A0 مع ال B0. لو انت ضمنت لي ان الاربعه دول طلعوا بواحد ات ذا سيم تايم، توتال الاند هيديك 1، يعني ساعتها ايه ايكواليتي، يبقى تساوي 1، يعني الاي ايكواليتي ساعتها اللمبه دي اللي هتنور. شكرا، جبنا اول قاعده، هي دي القاعده، شكرا، مش عايزين حاجه تانيه.
عايزين بقى بتاعت الجريتر نعمل ايه فيها؟ نفس الكلام عندنا ايه؟ ها هنا بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. ازاي اضمن ان الرقم الاولاني ده مثلا اللي هو ايه عايز اقول ان هو اكبر من البي؟ امتى ايه الداله اللي يعرف فيها ان الاي اكبر من البي وساعتها ينورها؟ هقول له خلي لي الجي ب1 يعني نور لي الجي في حاله ان الخانه الاولى اكبر من الاولى هنا. لو دي اكبر من دي نور على طول مباشره. يبقى هقول له في حاله ان الاي 3 اكبر من البي 3 يعني نكتب اي 3 بي 3 بار. يعني ايه الجمله دي؟ يعني الاي 3 ب1 في الوقت الذي كانت فيه بي بار ب0. هي دي ترجمه الجمله دي. لو لقيت الكيس دي متحققه يعني الاي 3 ب1 وبي 3 ب0 على طول قول لي نور الجي معناها ان الجي يعني جريتر يعني ساعتها قول لي على طول ان الاي هي الاكبر وما تكملش. او بص بقى او انا ليه قلت او كيس تاني او انك تلاقيهم قد بعض بس الخانه الثانيه عند الاي اكبر ساعتها برضو نور واديني ان الاي اكبر. يبقى او ان الاي 3 اكس نور مع البي 3 يعني الاثنين الخانه الاولى متساويه ولكن في نفس الوقت طبعا الخانه اللي وراهم بتاعت الاي اكبر من الخانه بتاعت البي. ركز كده في اللي كتبته تاني. انا بقول له هتنور في كذا في حاله من الحالات الاتيه. هتنور ان الاي اكبر في حاله من الحالات الاتيه. اول حاله منهم ان يكون اول عنصر او اول خانه في الاي اكبر من اول خانه في البي. شكرا على طول نور لي الجي لان ساعتها هيبقى الاي اكبر مباشره. او انك تلاقيهم قد بعض اهم قد بعض وفي نفس الوقت الخانه الثانيه في الاي اكبر من الخانه الثانيه في البي. يبقى ايه اكبر دي بنقولها ازاي؟ زي ما قلت لك في الاساسيات اللي في اول الشرح ان الـ A2 بواحد في الوقت الذي فيه B2 بزيرو يعني كان الـ A2 اكبر. يبقى البراكت ده على بعضه بنقوله في حته الاكبر دي. الاكبر بيبقى من غير بار والاصغر بيبقى واخد له بار عشان هو بزيرو يعني نحوله لزيرو بالبار دي. او بص بقى انك تلاقي اول خانتين متساويين يعني A3 اكس نور مع الـ B3 و الـ A2 اكس نور مع الـ B2 كل دول متساويين ولكن الخانه الثالثه هي الايه؟ هي الـ A فيها اكبر. يبقى A1 مع الـ B1 واخده بار. يعني الاي 1 هو الاكبر. اي 1 بواحد في الوقت الذي كانت فيه بي 1 بزيرو. او اخر حاجه بقى المفروض تكملها انت ان يكون اول ثلاثه كلهم متساويين ولكن الخانه الاخيره هي اللي خلت الاي اكبر. ساعتها تقوم مديني التوتال ان الجي اكبر يعني الجي بواحد يعني تقول خلاص. يبقى ده ملخص اللي قلناه. عايز تقول ان هم تست ان الرقمين قد بعض بالظبط يبقى لازم تحقق الاربع شروط الاتيه. ان الخانه الاولى بتساوي الخانه الاولى بنعبر عن التساوي ايه بالاكس نور. ليه بالاكس نور؟ لان الاكس نور بتدي واحد في حاله ان الرقمين شبه بعض 1 و 1. يبقى لو ده 1 و 1 يعني اول خانتين قد بعض بالظبط او 0 و 0 وات ايفر يعني قد بعض عملنا له اكس نور التوتال هيطلع بايه؟ بواحد اللي هم متساويين. طيب و يعني لازم في نفس الوقت الخانه الاولى تساوي الخانه الاولى والخانه الثانيه تساوي الرابعه تساوي الرابعه. يبقى لازم كل الخانات تساوي كل تساوي بعضها في نفس الوقت يعني في اند اهي في النص عشان التوتال في الاخر يديني واحد اللي هو الاي. يبقى الاي لن تساوي واحد الا لو كل الشروط دي اتحققت يعني كل الخانات متساويه. اما الجي اللي هي جريتر يعني عايز احقق ان الاي هي الاكبر يبقى لازم انا اقول لا اما الخانه الاولى في الاي اكبر من الخانه الاولى في البي يعني بواحد والخانه الاولى بزيرو. الخانه الاولى في الاي بواحد والخانه الاولى في البي بزيرو في نفس الوقت. او ان يكونوا اول خانتين او اول خانه هنا اول خانه متساويين بس الخانه الثانيه هي الاكبر اللي هي بتاعت الاي 1 يبقى الاي في الخانه الثانيه اكبر من البي 1 في الخانه الثانيه. او ان يكونوا اول خانتين متساويين ال0 وال1 ولكن الخانه الثالثه في الاي اكبر من الخانه الثالثه في البي. او ان اول ثلاث خانات متساويين والخانه الرابعه في الاي اكبر من الخانه الرابعه في البي. ساعتها كل اي كيس من دول تتحقق. عشان كده قلنا اي كيس عشان كده حطينا زائد انما فوق كان لازم كله يتحقق فعشان كده حطينا اند. الاند معناها ان لازم كل الشروط تتحقق انما هنا يكفي شرط واحد على الاقل. فهمت قصدي ايه؟ يكفي شرط واحد من دول يتحقق عشان تكون الاي اكبر. لا اما يكون اول خانه هي الاكبر مباشره فنقول ان الاي اكبر او ان يكون اول خانه متساويه في الاثنين ولكن الخانه الثانيه في الاي اكبر ساعتها يبقى الاي برضه اكبر. يبقى اي شرط من دول اي شرط من الاربع شروط دول يتحقق ساعتها الاي هتكون اكبر فساعتها الجي تديك واحد. الجي معناها واحد ايه؟ معناها ان انت الاي جريتر. طب اجيب ال ازاي؟ اقعد بقى اعمل نفس الموضوع في ال. قال لك لا ال معناها اللي هو الليس امتى الاي تكون اقل من البي؟ لو هما الاثنين مش متساويين ولا الاي اكبر. ما هو ايه الاحتمال الثالث؟ لو الاي مش بتساوي البي والاي مش اكبر من البي يبقى اكيد ايه؟ البي هي الاكبر يعني الاي اقل يعني لس. يبقى قاعده اللس هي نفي للتساوي ونفي للايه؟ للكبر نفي الاكبر منه. هتلاقي في الاخر الجد السيركت دي كلها عباره عن ايه؟ حاجه داخل لها 4 انبوت 4 انبوت يعني 8 انبوت اللي هو الرقم الاول الرقم الثاني. بتعمل جوه البروسيس اللي احنا قلناها دي كلها
تحط انت بقى تحول ده الجيتس. ده حوار ضخم جدا مش محتاج اقوله لك، حتى سهل تعمله. وفي الاخر بنطلع منها ثلاث سلوك، اللي ينور منهم هيعبر عن لو ده نور يعني اداك واحد يبقى الاثنين متساويين، اللي هم الانبوت ده والانبوت ده. لو الجي يبقى الانبوت اللي فوق اللي هو الاربعه ايه ده اللي هو الاي على بعضها يعني اكبر من البي، لو ال يبقى الاي اقل. دي حته برده اخيره تعرفها ازاي، عشان هي مش عليك يعني هي مش موجوده مباشره في المنهج بس ممكن يجيبها لك. ازاي تديزاين فول ادر يوزنج هاف ادر، معايا هاف ادر وهاف ادر، معايا اثنين هاف ادر، اصمم بيهم ازاي فول ادر. بسيطه جدا، هحتاج جيت اسمها اور، هحتاج اور جيت معايا. طب ازاي؟ طيب بص بروحه كده، اعرف تركيب كل واحد وانت هتستنتج اصممهم ازاي بواسطه بعض يعني. بص كده باختصار اللي احنا قلناه حتى كله من اول الحلقه، الهاف ادر انا هدفي تحفظهم كويس بعد ما انت فهمتهم عشان تيجي لك في امتحان تنجز على طول الوقت. بيخش لها تو انبوتس وليكن A و B، بيطلع منها تو اوتبوتس سم عباره عن الاكس اور بتاعتهم والكاري اوتبوت اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ عن الاند بتاعته. يبقى ده شكل الجيت على بعضها الليله كلها اهي، تو انبوتس تو اوتبوتس، كل واحد عرفنا شكله. جبنا ده منين؟ من التروث تيبل. وقلت لك دايما ان الصم بيبقى على طول اكس اور لكل الانبوتس سواء هاف ادر او فول ادر. اما الفول ادر بقى، فول ادر اكبر شويه بيخش له ثلاثه انبوتس A و B و C N، يعني الكاري اللي جاي له من البريفيس ستيج. اما دول ايه؟ الخانه الاولى الخانه الثانيه، يعني دي خانه من رقم ودي خانه المقابله ليها من رقم ثاني. زي ما كنت بتجمع 1 1 1 على 0 1 0 مثلا، كنا بنقول ده زائد ده بيدينا 1، طيب وده زائد ده بيدينا 0 ومعانا الواحد، صح كده؟ الصفر ومعانا الواحد ده مش انت كده هتجمع هنا ثلاث خانات؟ ده هو الكاري ان اللي هو ده، ودي هي الخانه الاولى اللي هي ايه؟ دي الخانه الثانيه اللي هي بي، وليكن يعني يا بنجمع ثلاث حاجات مع بعضهم. هو ده اللي بيعملها لي بقى، هو ده اللي بيعمل لي البروسيس دي. كل مره افكر نفسي ما بقاش حافظ رموزه خلاص. وبيطلع صم عباره عن الاكس اور للثلاث ايه؟ فاريبل او الثلاث حاجات اللي داخله، وي كاري عباره عن الماجوريتي فانكشن اللي هو ضربهم بالتبادل اي بي بي سي زائد بي سي زائد اي سي. اللي محتاج تعرفه بقى ان الكاري اوتبوت ده اللي بتاع الفول ادر ممكن يتكتب بطريقه ثانيه، ممكن يتكتب عباره عن اي بي زائد سي ان في اي اكس اور بي. لو فكيت ده هيديك نفس ده بالظبط، يعني دي شبه هي دي صورة أخرى للماجوريتي فانكشن. صورة أخرى للماجوريتي، لو فكيتها بالظبط هتديك الماجوريتي فانكشن اللي فوق دي. عايز تست ده مع نفسك تست، يعني فك دي كده أهو بأي بي زائد بي إيه، فكها واضرب في السي بعدين زود أي بي زيادة مش هتفرق معاك، خد كومن فاكتور ما بين كل واحدة منهم هتلاقي الدنيا اتظبطت وطلعت لك شبه الماجوريتي فانكشن بالظبط. دي بقى أنا عملتها ليه بالصورة دي؟ ليه هنستخدم الصورة دي مش الصورة بتاعت الماجوريتي؟ دي اسهل ان تربط ده بده على طول. دلوقتي انا عايز اصمم ده باستخدام الوحده البنائيه اللي هو ده، عايز اجيب اثنين هاف ادر واطلع بيهم فول ادر. تعمل ده ازاي؟ ببساطه جدا، ادي اول هاف ادر، هاف ادر هيخش له A و B، هيطلع منه الصم عباره عن A اكس اور B، ويطلع منه كاري اوتبوت يحمل ال A B. ده تركيب الهاف ادر اصلا سايقينه فوق. طب انا عايز اصلا عشان يعني انا عايز الفول ادر يطلع ايه اكزور بي اكزور سي، يبقى محتاج اخد دي اعمل فيها ايه؟ اعملها اكس اور مع السي. فين السي دي اجيبها منين طيب؟ هجيبها من، تعالى اوريك، دخلها كده في هاف ادر جديد، ركز في اللي هيطلع في النهايه وانت هتفهمه. لما ندخلها ده مع السي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده فرع وده فرع، هو بياخدهم يعمل لهم الاثنين اكس اور مع بعض، يبقى يعمل لدي اكس اور مع السي، يطلع من هنا الصم ايه؟ A اكس اور B اكس اور C. يبقى كده انت نجحت في انك توصل باثنين هاف ادر لنفس الناتج بتاع الواحد فول ادر، يبقى انت اكنك صممت واحد فول ادر، بس ناقصنا نطلع الصم الكاري اوت بوت اصلا. نطلعه ازاي؟ ناخد الكاري اوت بوت ده والكاري اوت بوت اللي طلع من هنا اهو. اللي طلع من هنا اسمه ايه؟ بيضرب لي دول في بعض. بيضرب السي في الاي اكس اور بي، يبقى هنا سي في اي اكس اور بي. هاخد ده واعمل ايه مع الاي بي بقى؟ اجمعهم ليه؟ لما تجمعهم مع بعضهم هيبقى الناتج اي بي زائد سي في اي اكس اور بي، اللي هي لسه قايل لك انها الكاري اوت بوت بتاع الفول ادر، صوره اخرى ليه، هي دي الماجورتي فانكشن، هو ده الناتج بتاعك. فده انت عامل ايه في الاخر؟ تقوم جاي كده اهو واخد من اهو قافل عليه، وتقول لي باستخدام تو فول ادر تو هاف ادر و اور انا قدرت ادخل اعمل حاجه تدخل لي ثلاث
انبوتس واخرج منها اثنين اوتبوتس بنفس الاثنين اوتبوتس بتوع الفول ادر. يبقى كان اللي جوه المربع ده بيعمل عمل الفول ادر. مش فاهمه تاني اعملها تصميم بقى على النظافه شويه. هتلاقي اهو التصميم الاولاني بتاع اللي فوق الفول ادر لازم يطلع الاي اكس اور بي الاكس اور سي، والكاري اوتبوت لازم يكون الماجورتي فانكشن اللي هي ممكن نكتبها بصوره اخرى اي بي زائد سي في اي اكس اور بي. الهاف ادر بيخش له تو انبوتس بس بيطلعوا بيطلع الصم دايما اكس اور، اما الكاري اوتبوت بيطلع ضربهم في بعض يعني الاند. نصممهم ازاي مع بعضهم بقى؟ الهاف ادر الاولاني دخل له تو انبوتس منهم وخدنا اللي طلع اللي هو الاكس اور ما بين التو انبوتس دول، ودخلنا معاهم التالت على الهاف ادر الجديد عشان يعمل لي يعني يطلع الصم اكس اور للثلاثه اللي هو ايه اكس اور بي اكس اور سي. اهو ده الصم. يبقى كده نجحنا فاحنا هنجيب الصم خلاص. الكاري بقى التوتال نجيبه منين؟ خد الكاري بتاع التو هاف ادر. الهاف ادر الاولاني ادالك اي بي اللي هو الاولاني خالص، الثاني بقى اللي في الترتيب هيدي لك ضرب دول في بعض اللي هو ضرب الفرعين اللي داخلين له سي في الاي اكس اور بي. اهو سي في الاكس دي اكس اور. خد بقى اللي طلع ده اجماع على الاي بي، ما هي دي اصلا الكاري اوت بتاع الفول ادر. يبقى انت اكنك اما جمعتهم على بعض طلعت من هنا اهو ده هو الكاري اوت بتاع الفول ادر. يبقى انت نجحت في انك تجيب الصم بتاع الفول ادر والكاري بتاع الفول ادر، يبقى عملت فول ادر. فهمت الفكره ايه؟ موضوع بسيط. نيجي على الحل هنا بقى على طول. هتلاقي الاسئله دي اغلبها يعني بتدور حوالين نفس الموضوع عشان بس افهمك الدنيا بتيجي ازاي. هو الاسئله كلها بتيجي محصوره في الحته دي. يعني الحلقه دي كلها هدف ان تطلع منها مثلا يجي لك سؤالين في الامتحان فتحله، وكل حلقه تعمل كده فتلاقي نفسك ان شاء الله جبت درجه كويسه. ودعينا انا كمان اجيب درجه كويسه. الاند جيت والاكس اور جيت كومباينيشن بتاعتهم بقى لما ندمجهم مع بعضهم كده بنطلع بيهم انه حاجه من الاتيه، هاف ادر ولا فول ادر ولا بوث ولا نان. مين الحاجه في الاربعه دول اللي بنعملها باستخدام اند واكس اور؟ لو جيت تبص هتلاقي الهاف ادر كان بيخش له A و B يطلع منه A XOR B هو ده الصم، ويطلع منه carry output A و B. يبقى ده عملنا له AND وده عملنا له XOR. يبقى عشان تعمل الهاف أدر من جوه تحتاج تعمل حاجة تطلع AND وحاجة تطلع XOR. يبقى ده الهاف أدر. فهمت الفكرة ببساطة؟ اه. وده تركيب الهاف أدر من جوه أصلا، يعني هو المربع اللي احنا بنرسمه فوق ده جواه هو ده، هو المربع العلبة اللي بتشتريها جواها التركيب الداخلي هو ده، واحدة AND وواحدة XOR. بتفتكرها بالقواعد اللي قلنا عليها. فانت كل سؤال هحاول احفظهم لك قدر الامكان عشان ايه؟ احنا فهمناهم خلاص واثبتناهم كمان، فنحاول نحفظهم بضمير بقى. يقول لك توتال نمبر اوف انبوتس ان هاف ادر بتساوي كام؟ الانبوتس في الهاف ادر بيخش له اثنين بس وبيخرج منه اثنين، يبقى الانبوتس اثنين والاوتبوتس اثنين. يقول لك لو A وB هما الانبوتس بتوع هاف ادر، الصم هيبقى قاعدته ايه؟ دايما الصم سواء هاف ادر او فول ادر بيبقى الاكس اور بتاعت الانبوتس كلها، يبقى هما اثنين انبوتس يبقى ايه؟ A اكس اور B ده الصم. شكرا. طب الكاري ضربهم في بعض اللي هو الاند. يبقى الهاف بيطلع الصم في صوره اكس اور للانبوتس اللي هم اثنين اصلا، والسي بيطلع لك الاند بتاعته. يقول لك هاف ادر او هاف ادرز هاف ا ميجر ليميتيشن ان ذات ذي كان نوت اكسبت ا كاري فروم اي. الهاف ادر اللي هي بيبقى بالشكل ده يخش لها حاجتين ويخرج منها حاجتين، هل عندها مشكله يعني عندها ليميت معين كده وهي انها ما بتقدرش تاخد كاري جاي لها منين؟ هو الكاري اصلا بيجي منين؟ من المرحله السابقه، يعني مفيش كاري بيجي من مرحله ثانيه، الكاري بيجي من المرحله السابقه. فده الهاف ادر ما يقدرش يستقبل انبوت ثالث، ما يقدرش يجيب له او يخش له كاري من المرحله السابقه، يبقى فروم ذا بريفيس ستيج. ما يقدرش، عنده ليميتيشن، عنده مشكله في الحته دي، ما يقدرش يستقبل كاري من المرحله السابقه لان هو ليه جاست تو انبوتس. نكتبها في التعليل تحت. الفول ادر هاز كام انبوت ولكن الهاف ادر عندها كام انبوت؟ الفول ادر عندها بيخش لها ثلاثه انبوت ويخرج منها اثنين اوتبوت، اما الهاف ادر بيخش لها اثنين ويخرج اثنين. الفول ادر دايما اقوى او اكبر لان هو بيخش له واحد ثالث اللي هو الايه؟ الانبوت الثالث اللي هو الكاري اوتبوت. الكاري انبوت اللي هو جاي له من المرحله السابقه. يبقى ده الفول عنده ثلاثه انبوت، اما الهاف عنده اثنين اوتبوت، كل ده عنده اثنين انبوت برضه. ده كلام قديم يعني. بيقول لك لو A وبي وسي هما الانبوتس بتوع فول ادر، الصم بكام والكاري بكام؟ الصم بياخد كل الانبوتس يعمل لها اكس اور. اهو. لكن الكاري بيعمل لك الماجوريتي فانكشن. يبقى خدهم اتنينات كده، اتنينات مع بعضهم، كل اتنين مع بعضهم، كل اتنين مع بعض تبادليات. يبقى الكاري دايما بتاع الفول ادر بيبقى ماجوريتي، يعني نعمل ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، والصم في هو وفي الهاف ادر الاتنين بنعمل اكس اور للانبوتس. لا، في الهاف ادر الكاري اوتبوت بيبقى هاي لو كل الانبوتس بكام. مش الكاري اوتبوت اصلا قاعدته ان هو بيعمل اند، يبقى امتى يكون هاي؟ يعني امتى يطلع بواحد؟ لو كل الانبوتس بواحد. يبقى لو الانبوتس كانت واحد وواحد. الموضوع بسيط يعني، هو السؤال ده مش صعب، وده سؤال في الامتحان عادي خالص. امتى الكاري يبقى هاي؟ يعني يبقى بواحد لو الانبوتس كلها بواحد. ليه؟ لان الكاري اصلا قاعدته بياخد الانبوتس يضربها في بعضها يعمل لها اند،
والاند لا تعطي واحد الا لو كان كل المدخلات واحد. هاف ادر از ا لوجيك سيركت ذات اكسبتس سنجل بت انبوتس. الهاف ادر هو لوجيك سيركت بتقبل كام انبوت؟ 2. مش سؤال اصلا، بتقبل 2. الهاف ادر بيخش له 2 ويخرج منه 2. يجي في الحاجات دي لو فضلت فاكرها او فهمتها حلو وترسخت زينا تفضل كده لحد ما تتخرج ان شاء الله. بيقول لك عشان نجمع 4 بت باينري نمبرز، ارقام مكونه من 4 بت، هنحتاج كام هاف ادر وكام فول ادر؟ دايما لما نحتاج نجمع اول خانه، لو فرضنا ادي A0 A1 A2 A3 مع B0 B1 B2 B3، عشان اجمع اول الخانتين دول هل في كاري اصلا؟ لا، يبقى هحتاج واحد فول ادر. والباقيين هيبقى هطلع لي كاري هنا اهو هحتاج فول ادر، طلع لي كاري هنا اهو هحتاج فول ادر، طلع لي كاري ثالث هحتاج فول ادر، يبقى ثلاثه فول ادر وواحد هاف ادر. وقلناها قاعده ثابته بقى، لما يقول لك عايزين نجمع رقم مكون من عدد من البيتس اي ناكل العدد ده، اول واحد بس اول خانه بس هنحتاج لها هاف ادر، وشوف بقيه الخانات عددهم كام وبقى هنحتاج بكل خانه واحد فول ادر. فهمت الفكره؟ يبقى لو قال لك 16 خانه عايزين نعمل جمع الرقمين كل واحد مكون من 16 خانه، يبقى هنحتاج واحد هاف ادر ده الاول خانه و15 فول ادر ده بقيه الخانات، كل خانه تاخد فول ادر، كل خانه تاخد فول ادر. ليه؟ لان جاي لها كاري، جاي لها كاري، جاي لها كاري. اهو ده الرسم التفصيلي اهو. يبقى الاجابه واحد هاف ادر لاول خانه وثلاثه لبقيه الاربعه. لو الحاجات دي جت في امتحان وغلطت فيها تبقى انت مش مركز. هاو ماني انبوتس اند اوت بوتس داز فول ادر هاف؟ الفول ادر ليه كام انبوت وكام اوت بوت؟ هي الاسئله متكرره مش يعني موجوده على المواقع والحاجات دي. ليه ثلاثه انبوت خارج منه اثنين اوت بوت؟ ثلاثه انبوت عباره عن خانه والخانه المقابله ليها والكاري اللي جاي لهم من المرحله السابقه، ما تكتبش الرموز وخلاص. وبيخرج سم عباره عن الاكس اور بتاعهم وكاري عباره عن الماجوريتي فانكشن. شكرا. ليه ثلاثة انبوت واثنين اوتبوت. لو الهاف ادر انكلودز انهو جيت؟ الهاف ادر جواه حاجتين، قلنا اند عشان يعمل بيها الكاري واكس اور عشان يعمل بيها السم، يبقى هو جواه نوعين من الجيتس اند واكس اور. ايه الحاجه اللي اريثماتيك سيركت ادز تو باينري ديجيتس اند جيف ا سم اند كاري بت؟ مين الحاجه اللي بتجمع خانتين فقط تو باينري ديجيتس وتديني سم وكاري اوت بوت؟ مين الحاجه اللي بيخش لها حاجتين تو انبوتس بس؟ هو الهاف ادر. عندك حاجه ثانيه؟ لا. طب ليه ما قلتش الفول؟ الفول بيخش له ثلاثه، يبقى هو 3 بت ادر مش 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 2 بت. 2 بت او 2 باينري ديجيت ده معناه انه بيخش له حاجتين بس، وده الهاف ادر اهو بيخش له حاجتين يجمعهم ويطلع سم وكاري اوت بوت. بيقول لك given two half adders what extra gate is required to build a full adder؟ ده الحتة اللي قلت لك زيادة في آخر الشرح. لو معاك اتنين half adder محتاج معاهم ايه عشان اطلع full adder؟ عشان اعمل بيهم full adder محتاج or. ليه؟ تخيل كده المنظر القديم اهو، دخل لك من هنا a و b، خرج معاه خرج منهم a x or b، دخلناها في half adder جديد مع c عشان يعمل لها x or معاهم، فطلع a x or b x or c. يبقى كده حصلت على الصم بتاع الهاف ادر، يبقى بتستخدم اثنين هاف ادر كونت واحد فول ادر كصم. عايزين بقى الكاري، يبقى هو نفس الكاري برضو، ناخد الكاري بتاع ده اللي هو عباره عن اي بي نجمعه على الكاري بتاع ده اللي هو هيبقى ايه هنا؟ سي في الاي اكس اور بي، يبقى هيبقى التوتال اي بي زائد سي في اي اكس اور بي. وده قلت لك في الشرح، يبقى دي هي نفس صوره ايه؟ هي نفس صوره الماجوريتي فانكشن اللي هي الكاري بتاع الفول ادر. يبقى انت قدرت تطلع السم بتاع الفول ادر والكاري بتاعه، يبقى قدرت تكونه. يبقى انت محتاج ايه مع التو هاف ادر؟ محتاجنا دلت او جيت قصدي بتاعت اور، محتاجين اور جيت. اف ذا انبوتس بي وكيو ار هم الانبوتس بتوع فول ادر، السم هيبقى ايه؟ الاكس اور بتاعتهم. هو بيلخبطك يعني في الرموز مش تفرق، الاكس اور بتاعت المدخلات وخلاص. يبقى السم دايما الاكس اور بتاعت اي حاجه مدخله، ده في الهاف ادر والفول ادر. اللوجيك فانكشن دي بتعبر عن 3 بت اكس اور جيت؟ لا، ده مش هيطلع، مش هيطلع الناتج بتاع الاكس اور، الاكس اور ما بيطلعش كده، الاكس اور بيطلع حاجات فيها مرات وقصه كبيره. ولا الماجوريتي جيت؟ اه تنفع ماجوريتي جيت. طب في اختيار ثاني تعالى كده؟ ولا الصم بتاع الفول ادر؟ لا، الصم ما بيطلعش، الصم دايما اكس اور. ولا الكاري اوت بتاع الفول ادر؟ اه الكاري اوت بتاع الفول ادر بيبقى اصلا ماجوريتي فانكشن، يبقى الاثنين دول صح، بتقول له بي اند دي. يبقى هي ماجوريتي وفي نفس الوقت هي الكاري اوت بتاع الفول ادر. اللوجيك سيركت اللي في الشكل ده تعبر عن ايه؟ هاف ادر دخل له اي بي، هيطلع منه اي اكس اور بي، والناحيه الثانيه يطلع اي بي ده الكاري. لا المفروض نعكس، مش تفرق، فرعين تبادليين يعني، الاي بي فوق والاي اكس اور بي تحت. ليه؟ لان انا هدخل الاي اكس اور بي مع في الفول ادر الجديد مع السي عشان يطلع لي ايه؟
طلع لي الصم هنا اهو في الحر الطليق بالاكس اورت على الثلاثه، ادي الصم، يبقى الواي هي الصم. شوف بالنظر كده لقيت نفسي لو كنت دخلت الاي بي على الاكس اور على الهاف، على الهاف ادر الجديد، اي بي مع السي مش هو ده المطلوب مني ان انا احققه اصلا. انا عارف الشكل القديم يعني، الشكل اول ما شفته اثنين هاف ادر مع اكس مع اور، عرفت ان انا عايز اكون في الادر باستخدام هاف ادر. الاي بي بقى اللي خدتها ده الكاري مع الكاري اللي جاي من هنا اللي هو عباره عن سي في اي اكس اور بي. لما يخشوا يتجمعوا يطلع لي هنا الكاري التوتال اللي هو اي بي زائد سي في اي اكس اور بي، والشكل ده هو الماجورتي فانكشن يعني الكاري اوت بتاع الفول ادر اصلا، يبقى الشكل ده هو فول ادر. بيقول ذا موست سيجنيفيكانت بيت اوف اريثمتيك اديشن از كولد، اخر خانه خالص هنا اللي هي بتبقى ثانيه، ده مثلا الناتج، اخر خانه هنا هي اكبر خانه فيهم في الايه في القيمه الموست سيجنيفيكانت، دي بنسميها كاري في عمليه الجمع. تو بيت اديشن از دان باي، عشان نجمع 2 بت بنجمعهم باستخدام الهاف ادر، لكن 3 بت فول ادر، يبقى لو تجمع خانتين بس مع بعضهم هاف اللي هو بيخش له 2 انبوتس، اما الفول بيخش له 3 انبوتس. يقول لك لو اكس بتساوي هي عباره عن خانتين اكس 0 اكس 1، الواي عباره عن واي 0 واي 1 رقمين. يقول لك عشان الاس دي بتحقق ان الاكس اكبر من الواي، هنكتبها ازاي بقى؟ يعني امتى عايزين نخلي الاس تساوي 1 في حاله ان الاكس اكبر من الواي، نكتب الاس دي ازاي؟ هنقول عشان تكون الاكس اكبر من الواي لازم نتست من الشمال لليمين كده، يبقى يا اما الخانه دي اكبر من الخانه دي، يبقى اكس 1 واي 1 بار، يعني الواي ب 1 الاكس 1 ب 1 لما الواي 1 كانت ب 0 يعني اكبر منها، او ان يكونوا الاثنين اولين قد بعض، قد بعض يعني اكس نور، شرحت لك كل ده بالتفصيل. وفي نفس الوقت الاكس 0 اكبر من الاكس ايه؟ من الواي 0، اكس 0 اكس 0 واي 0 بار، بس كده. يبقى انت بتختبر الحاجات اللي تخلي لك الرقم ده اكبر من الرقم ده، وهي ايه؟ ان يا اما الخانه الاولى اكبر من الخانه الاولى مباشره اهو، ده الشرط ده، او ان الاثنين الاولين متساويين وفي نفس الوقت الخانه الثانيه اكبر من الخانه الثانيه، الخانه الثانيه اكبر من الخانه الثانيه، ساعتها هيكون الاس هي دي قاعدتها. يعني الشكل ده لن يساوي واحد الا لو الاكس اكبر من الواي. انا بريحك، هو ده معنى الكلام. طب انا بسالك بقى، اعمل لي رول دلوقتي تقول العكس، تقول ان امتى الواي ان الاس دي بتعبر مثلا عن ان الواي اكبر من الاكس، يعني الاس هتساوي واحد وين واي اكبر من الاكس. تعمل ده ازاي بقى؟ هقول يا اما الخانه الاولى في الواي تبقى اكبر من الخانه الاولى في الاكس، يعني واي 1 اكس 1 بار، او ان يكون الاثنين متساويين، يعني اكس 1 اكس نور مع الواي 1، وفي نفس الوقت الخانه الثانيه هنا اكبر من الخانه الثانيه هنا. بس فالعب بقى براحتك، الموضوع لعبه مش اكتر كده. نيجي في السيركت دي، السيركت شون دي بتعبر عن ايه؟ هل ادر ولا كومباراتور ولا سبتراكتور ولا باريتي جنريتور؟ شوف هي بتطلع ايه؟ اكس مع الواي بار، يعني دي واي، دي واي بار وهنا اكس، عمل لهم اند، يبقى اكس واي بار. طب هنا اكس مع الواي بار طلع هنا اكس واي بار، وهنا العكس واي بار مع الاكس اتجمعوا يبقى يطلع هنا اكس اكس واي بار زائد واي بار اكس اللي هي اكس اكس اور لا سن اكس اكس اور مع الواي. اعتقد ان المفروض يحط هنا حاجه كده، اه المفروض يعني ده المفروض في السؤال ان شاء الله. تمام، المقلوب بتاع الاكس اور اللي هو اكس نور، جميل، وتحت هنا طيب واي مع الاكس بار، واي اكس بار، يبقى دي حاجه بتعمل ايه؟ مطلع لي ثلاث افرع، الفرع ده بيعبر عن ان الاكس اكبر من الواي، والدليل ان هو كاتبها في صوره اكس بواحد وواي بزيرو، لكن ده بيعبر عن التساوي، والدليل انه عملها لي في شكل التساوي اللي هو اكس نور، وده بيعبر عن ان العكس بقى، بدل ما الاكس هي الاكبر لا ده الواي هنا هي الاكبر، يبقى دي داله ايه؟ او ده السيركل بتاعت ايه؟ بتاعت كومباريزن، بتقارن، بيخش لها اكس وواي وتقارنهم، لو الاكس اكبر تطلع ايه؟ الفرع ده، لو الواي اكبر تطلع الفرع ده، تنور الفرع ده يعني، لو الاثنين متساويين هتنور الفرع ده. فهمت الفكره ايه؟ فالدليل انها عامله هنا داله التساوي، وهنا عامله داله الايه؟ ان الواي اكبر، وهنا عامله داله ان الايه؟ الاكس الاكس اكبر. فدي اسمها كومباراتور. The number of full and half adders are required to add 16 bit numbers. محتاجين كام عشان نجمع رقمين مقارنين من 16 خانه؟ واحد هاف و15 فل. ليه؟ واحد هاف لاول خانه و15 لكل الخانات الباقيه، بس لبقيه 16 خانه. Which gate is best used as a basic comparator؟ ايه الداله اللي بنستخدمها اصلا كمقارن بسيط جدا؟ وهي الاكس اور. ليه؟ كنا واخدينها زمان.
لو عملت اكس اور كده اهو ودخل لها حاجتين ايه وبي، فهي بالتست لو لقت الاي والبي ايكوال تطلع على طول، هي ما بتحبش توينز تطلع زيرو، لو لقيتهم نوت ايكوال تطلع 1، يبقى هي بالفعل قارنتهم، لو لقيتهم متساويين مقارنه بسيطه قوي طلعت زيرو، لو مش متساويين طلعت 1. فهمت الفكره؟ هي شيء بيقارن مقارنه بسيطه قوي، يبقى اول ما تشوف كلمه بيسك كومباراتور هي الاكس اور على طول. One way to make a 4 bit adder perform subtraction is عشان تخلي الادر يطرح محتاج تعمل ايه؟ محتاج تغير الانبوت الاولاني، بدل ما كان زيرو بتدخل على اول هاف ادر، قلت لك لو خليته فول ادر عشان انت ما معكش غير فول ادر هتدخله زيرو زياده، لا هتخليه 1. فاكر الكنترولر اللي شرحناه؟ اه. وبدل ما كان بيخش له ايه وبي هيخش له ايه وبي بار، يبقى نحط هنا انفرتر، قال لك يبقى انفرتنج البي انبوتس هو ده اللي هيعملها في السبتراكشن. When the mode of add and adder and subtractor is one, then it يعني لما يكون المود بتاعك او الكنترولر مشغله الجهاز ده بيعمل ادنج وبيعمل سبتراكتنج في نفس الوقت، احنا صممناه في اخر الدرس في اخر الشرح، لما نثبت الكنترولر على واحد انت تعمل ايه؟ بعمل طرح، لو ظبطت على زيرو بعمل جمع، يبقى هو مظبوط على واحد يبقى هعمل ايه؟ سبتراكت، هيشتغل كسبتراكتور. الاكس نور جيت هي ده اللي ايكواليتي بنسميها ايكواليتي ديكودر، الاكس نور بتختبر التماثل اكس اكس نور مع الواي معناها انها مش هتطلع واحد غير لو الاكس بتساوي الواي. فهمت الفكره؟ فهي ده اللي بتختبر الايكواليتي، يبقى هي ايكواليتي ديكودر بنسميها ايكواليتي ديكودر، هشرح لك ديكودر الحلقه الجايه ان شاء الله. كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو بتستفاد قول لي عشان ابقى عارف اكمل ولا الدنيا فيها مشكله يعني. يلا سلام عليكم.